الصعوبة يعني اللي احنا من السهل على الناس مش من الصعب يعني، ونحاول بس هي موضوع حتى تعم الفائدة لا أكثر ولا أقل. فالله يعطيك العافية جميعا. بس بدي أشوف الآن الزميل رقم واحد إذا كان جاهز، لأنه احنا الوقت يعني جاهزة دكتور. جاهزة دكتورة براء؟ دكتور براء يس جاهزة. مساء الخير للجميع. تفضل يس مساء الخير. رح ابلش احكي بالسولوشن او بالابلكيشن او الويب سايت اللي انا حابه اعرض لكم اياه اليوم، واللي هو صراحه انا مش بروفيشنال فيه، بس لما بلشت ادور على سولوشنز جداد احنا ما بنعرفهم عجبتني فكرته، حابه اعرض لكم اياه، وان شاء الله انا ناوي كمان ابلش استخدم من محاضرات بكره. بس انا اعطيتك صلاحيه الان دكتوره شير سكرين، يو كان شير سكرين ناو يس. هي رح اعمل دايركت. اوكي سو هذا هو الويب سايت اللي انا حابه احكي عنه، اللي هو اسمه ثينك لينك. طبعا هو انتراكتيف ليرنينج سولوشن. الفكره الرئيسيه منه هو انه كيف نستخدم التشارتس، ايمجز، فيديوز، برزنتيشنز، كيف انه نعمل كرييشن لجايدز. وطبعا معظم الفيديوز والصور اللي موجوده فيه هم 360 degrees، ومن خلالهم نقدر نستخدم او ننشئ interactive 360 degrees tours للكورسز اللي عندنا للماتيريالز. وانا عشان اوضح شو الفكره منه حابه اني اعمل سامبل بسيط بس. طبعا هذا الصفحه اللي موجوده قدامكم هي المين بيج، خلينا نحكي، لهذا الويب سايت. ببساطه مكوناته اشياء كتير بسيطه، حتى طريقه الكرييشن للاشياء اللي فيه برضه كتير بسيطه. هو زي ما شايفين مش كتير فيه مكونات بالصفحه قدامكم. في عندنا 360 library، ففي اصلا سامبلز موجوده هم عاملينها ومنزلينها على صور 360 degrees وفيديوز وغيرها. بس انا هلا بس عشان ما اخذ من وقت الاخرين بدي ابلش اعمل كرييت. طبعا زي ما انتم شايفين وي كان كرييت فولدرز، بنقدر نغير الفيو اللي موجود للاشياء اللي احنا اوريدي كرييتد. بس انا هلا بما اني بدي اعمل اول شيء او اول انشاء لي على هذا الويب سايت بدي ابلش اني اعمل كرييت. زي ما انتم شايفين في كتير options، احنا بنقدر نبلش ببلانك كانفاس، images، virtual tours، showroom, exhibition or booth، في presentations، في learning experience or tutorial. طبعا كل خيار بنختاره، زي مثلا اذا بنختار learning experience or tutorial، كل خيار موجود اول ما نفوت عليه او نعمل continue direct بيعطونا زي quick tips videos هم محضرينهم، أشياء ممكن تساعد اللي بيدرس كيف يبلش يشتغل بهذا الخيار. فأنا الإشي اللي أنا أوريدي محضرته بدي أفوت على images، فبدي أعمل إشي يكون interactive image for one of my courses اللي هي اخترت أنا مادة من اللي بدرسها اسمها events catering. فرح أعمل هلأ أحاول صورة وأضيف عليها معلومات معينة تفيد الطلاب بطريقة تكون interactive. فبدي أعمل upload للصورة اللي بدي أستخدمها. أوكي فالصورة هلأ انضافت وبدي أفرجيكم كيف. أوكي مش عم يعطي error. طيب بدي أرجع أعيد مرة تانية لأنه مش عارفة ليش عم يعطي error. طبعاً في خيارات كتير، يعني بتقدروا تاخذوا الإشي اللي بدكم تضيفوه من طريق الجوجل درايف وغيره، بس أنا لأني مسيفته أصلاً على هذا مش عارفة ليه ما عم تتحمل. continue أشوف إذا تحملت ولا لا. No. ممكن باخذ اكستنشن معين للصورة؟ لا أنا اليوم جربتها، لا فتحت معي وعملت سامبل بس مش عارفة ليه هلا مش عم تفتح. طيب ممكن تجربي ريني ابلش خليني اعمل اد لايمج تكون اصغر شوي كسايز. نجرب صوره اخرى احسن. آه بالضبط. او اسم قصير يعني ممكن يكون نعم الاسم نعم. طيب كلهم الاسماء عندك طويله تقريبا، لو تعمل رينيم لوحده بلكي يكون سبب رينيم. طيب خليني اجرب اعمل رينيم من هون تقدر مباشره نفسه. ايوه right click and rename. One, no.
معلش بس ضايل 30 ثانية على 5 دقائق مشان ما نأخركم اليوم يا جماعة. أنا مش عارفة ليه صراحة صارت زي هيك. لو تعملي دراج دروب تجربي أو كليك من النص مش من الأبلود. بسيطة دكتورة بس. يعني نفس الإشي. طيب دكتور بقدر أعمل فيديو وأبعت لكم إياه؟ إن شاء الله. لأنه أنا مش عارفة صراحة ليش صار هيك، مع إنه الصبح أنا مجربة وعاملة سامبل كامل. I'm sorry for this mistake. بس أنس برا على كل إن yes. هي الفكرة واضحة، يعني هي فكرة التطبيق أتوقع واضحة جميع شو هي أصلاً. هي صراحة فكرتها كتير حلوة إنه إحنا مثلاً أنا هون بدي أشرح لطلابي اللي هي ال equipments الضرورية بال catering for small and big parties. فبهاي الصورة أنا بدي أضيف فيها مكونات معينة، يصير الطالب يكبس على كبسة معينة أو آيكون معينة بالصورة تفتح له على فيديو بتعلق بالموضوع، صورة لمكون من المكونات الموجودة بالصورة تشرح له أو تبين له شرح كامل بالديتيلز عن إيش بحكي هذا الموضوع أو ليش هذا المكون رئيسي أو مهم بهاي الصورة أو بهاي المادة. فهو فكرته كتير حلوة الويب سايت هاد، إن كنت متمني أني أعرض لكم الفكرة كاملة بس للأسف. فإذا بتحبوا بقدر أصور فيديو وأبعت لكم إياه عشان تقدروا تشوفوه. مش مشكلة، بس ذكرينا أنت أتوقع من كلية عمون الجامعية. يس yes. يس yes. أنا بتمنى على كل زميل بداية بس أول 10-20 ثانية عرفنا عن نفسه وذكرنا بالمجلس من أي مؤسسة حتى نشوف تطبيق ريليتد. فالآنسة براء أنا بعرف هي كلية العمون الجامعية، كان علاقة بالطبخ وأنا علاقة في الأمور الكاترينج. هلأ ياسمين اللي هي for hotel management and culinary arts، بس أنا مختصة بموضوع events management وهذا من التخصصات الجديدة اللي انضافت على المؤسسات الجامعية بالأردن، فأنا عم بدرس هذا التخصص. الله يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا شكرا دكتور. لا حياك الله. الآن أتوقع عندنا الزميل آخر اسلام، دكتور اسلام. اسلام بدها، لا اسمح لي، هي بدها بدها تعال خاص خليها اخر شيء. دكتور فراس، دكتور فراس. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. السلام. انا الدكتور فراس العزه من جامعه الزيتونه، مدير مكتب الاعتماد ضمان الجوده. الوقت محدود 5 دقائق، انا بدي اطرح قضيه حقيقه، مش بدي اعرض شيء معين. القضية الآن أو التاك عنوانه التطبيق. يعني الهدف من هذه الدورة هي جزء من الخطة الوطنية لدمج التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج في منظومة التعليم العالي في مؤسساتنا. والخطة التنفيذية وضعت بحيث أنه الفصل الثاني والصيفي نعمل عملية بريبريشن بحيث مع العام 21-22 نبدأ بالتطبيق. لكن بحب أذكر الزملاء وأكيد يعني الكل بعرف أنه أيضاً في نفس الوقت في هناك خطة استراتيجية لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في جامعاتنا، وأيضاً الخطة الاستراتيجية من 2019-2023. يعني إحنا بنعرف 19-20 عدوا، لكن يعني بقي عندنا هذول السنتين 21-22 أيضاً لتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات. بالإضافة لذلك في نقطة ثالثة، أنه قبل 3 شهور مجلس التعليم العالي اتخذ قرار بتغيير متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية للجميع، بحيث أنه يدخل فيها عناصر جديدة مثل الريادة والمسائل الرقمية والمهارات الحياتية وغيرها. يعني ما كنا نستخدم من متطلبات الجامعة راح يتغير. فعندما أتحدث عن التطبيق، نحن نريد أن نستخدم المودل والزوم في المتزامن وغير المتزامن والآخرين. ليش؟ حتى نقدر نحقق المخرجات التعلمية المطلوبة في خططنا الدراسية. الآن هل نبدأ بالتطبيق على خططنا القديمة أم نحن نحتاج إلى خطط جديدة؟ وإذا احتجنا إلى خطط جديدة وهذا تحصيل حاصل راح نحتاج، راح يكون في عندنا جزء في 21-22-23 طلبة قدامة يدرسون بالخطط القديمة. وابتداء من الطلب اللي راح يسجلوا في 21-22 راح يبدأوا بخطط دراسية جديدة. فهذا الأساس. يعني في تصوري التطبيق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بداية بالنسبة للمواد الدراسية في خططنا المواد التي ستكون موجودة في الخطط القديمة وستكون في الخطط الجديدة. يعني نعطي الأولوية، لأنه نحن نعرف أنه في عندنا نسب
10% و15%، يعني مش كل الخطط راح تتحول مباشرة للتعليم الإلكتروني. هذا الحديث يتطلب تكاتف مجموعة من مكونات الجامعة. يعني مثلاً إحنا في جامعة الزيتون إحنا مباشرة شكلنا لجنة عليا لشؤون التعليم خلال السنتين هذول لإعداد خطط دراسية جديدة تتماشى مع الإطار الوطني للمؤهلات من ناحية المعارف والمهارات والكفايات، واستبدال متطلبات الجامعة القديمة بمتطلبات جامعة جديدة، وأيضاً البدء بإدخال بعض المواد الدراسية في منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. ليش؟ لأنه هاي العناصر كلها والتعديلات أكثر من مكون مسؤول عنها. يعني مركز التعليم الإلكتروني أو التعلم الإلكتروني مصادر التعليم المفتوحة مسؤول عن منظومة التعليم الإلكتروني المودل والزوم وغيرها. مركز الحاسوب مسؤول عن الدعم اللوجستي والاستوديوهات وغيره. مكتب الاعتماد وضمان الجودة مسؤول عن وضع مؤشرات الأداء والتخطيط لإنجاز هذه العملية. في عندنا لجنة الخطة الدراسية معنية على مستوى الجامعة بتعديل عناصر الخطط الدراسية. كل هذول الأشخاص مجتمعين شكلنا لجنة عليا قيادة هذه العملية. دكتور ضال دقيقة إذا سمحت. على كل يعني أنا اللي بدي أقدمه في النهاية لأن أنا ما عرضت شيء. أنا الآن كمكتب اعتماد ضمان الجودة بنعيد عملية إعداد أو إجراءات تطوير وتحديث الخطط الدراسية ونماذجها من ناحية مصفوفات الارتباط، الوصف التفصيلي، الخطة الدراسية نفسها مش راح تكون بالشكل التقليدي، راح تكون ملائمة لا الإطار الوطني للمؤهلات وللتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. وهذا يوم الثلاثاء إن شاء الله بعرضه عليكم، واللي بحب يستفيد من هذه الإجراءات والنماذج يكون جيد. شكرا، بدي أشكر عليكم. شكرا دكتور فراس، يعطيك العافية. دكتور حازم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف نعرفه؟ حياكم. أنا دكتور حازم حسن، جامعة البلقاء التطبيقية، مساعد مدير ضمان الجودة. بدي أحكي اليوم عن طرق تحويل إدارة بنوك الأسئلة، طبعاً واستيرادها للمواد اللي فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة. أنا حضرت البرزنتيشن وحضرت كل الماتيريال اعتماداً على البروجكت أصلاً المطلوب منا في نهاية المادة. بس اسمحوا لي بس الدقيقة أعرف أسوي شير للبرزنتيشن نفسها الباوربوينت. هاي أول تمام. طبعا احنا عندنا ملف سويناه اكسل لأعضاء التدريس اللي عنده مشكلة في تحويل الصيغ اللي هو عنده مجموعة كبيرة من الأسئلة. هذا الملف الاكسل اوريدي انا رفعته وحطيته اصلا في الكورس تبعنا الان. المدرس بيدخل اسئلته بطريقته الاعتيادية شريطة ان يكون الاجابة الصحيحة في اللون الاخضر، ثم بعد ذلك بيأخذ الكولوم الصيغة المحولة. احنا عملنا له ملف بيعمل كونتكنيت للكود مشان يقدر يحوله الى HTML وجيف. بعد ذلك بيحطه في تكست فايل، هذا التكست فايل بالخطوات بالنوت باد بيعمل له سيف، بس بده يغير الاكستنشن تبعه لاسك الى يونيكود 8 مشان يقدر يتعامل مع اللغة العربية واللغة الانجليزية. وبعد ذلك بيروح على كوبي للماتيريال من اي HTML براوزر بيحطه في التكست فايل. بعد ذلك بيفتح المودل على بنوك الاسئله، بيعمل كاتيجوري وبيفتح هذا الكاتيجوري بيعمل امبورت، ونوع الامبورت بيكون جيف فورمات للكويشن تمام، وبيستورد الملف وبيدخل عنده في بنوك الاسئله. انا حاليا انا بدي اعمل امبورت لمجموعه اسئله. انا حطيت صيغه الملف، تستطيع اني احطه لاي الاكسل فايل اللي بيعمل كونفرتنج، انا حاطه اصلا في الكورس المطلوب مني. لو انا رحت بدي اروح على بنوك الاسئله اللي هي موجوده عندي هون، هاي بنك الاسئله تمام، وبدي انشئ كاتيجوري جديد مشان اخذ منه صيغه محوله سي اتش أو
هذا الكاتيجوري الان بدي اسحب له اسئله. انا اوريدي الان محول مشان الوقت الصيغه، بعمل امبورت الملف اللي انا بحتاجه بجيف فورمات، طبعا بتاكد انه موجود في دايركتوري اللي انا ضفته اللي هو 4. شكل الملف لما يكون في الصيغه تبعته هسه بعرض لكم اياه. انا حاطه في الكورس مشان ما يضيعوش. دقيقة. هاي الملف، هذا شكل الملف اللي هو احنا بنعمل له امبورت من الاكسل فايل. احنا بس بيعبي الاكسل فايل وبصير بهاي الطريقه ممكن يعمل له امبورت للملف ويحطه وين عندي في الفايل امبورت. بيصير عنده في بنك الاسئله مجموعه الاسئله استعملهم امبورت، وبهاي الطريقه بكون ضمن انه يسحبهم وما في عنده فيهم اخطاء. طبعا في طريقه ثانيه من الوورد بنستخدمها، هاي الاسئله اللي هم بيسحبهم بهاي الطريقه. بيستطيع انه بعد هيك المدرس يعملهم ايديت لما يكون عنده كميه كبيره من الاسئله. مثلا احنا عندنا في مواد مكتب ضمان جوده واداره الامتحانات مسؤول عنها لكل الجامعه، عدد الاسئله اللي بتكون موجوده في الكاتيجوريز، كل كاتيجوري فيه 100 سؤال وعندنا 50 كاتيجوري، فبتحكي عن 500 سؤال 5000 سؤال. عفوا ضايل دقيقه اذا سمحت. 5000 سؤال، فبيستطيع انه يضيفهم بهاي الطريقه. هاي الطريقه ممكن اضافه فيها اسئله اختر اجابه، اسئله الصح والخطا. هذا الفورم بيخدم بانك تستخدمه بهذول النوعين من الاسئله في نظام اداره بنوك الاسئله اللي هو باستخدام الكويستشن جيف نيو. يعطيكم العافيه. شكرا دكتور حازم، يعطيك العافيه. بس دكتور يوصل بالشيرنج، بس بدي اذكر الاخوان عندما يسلمون الملف نرجو جاء يعني اخوي تحطوا عنوان الشيء اللي شرحتوا عنه باول صفحه باول الملف، مع انه حيكون واضح انه بس هي بس من باب التبويب لا اكثر واقل. دكتوره هبه تفضلي. مساء الخير يعطيكم العافيه، معكم هبه غرايبه من كليه لومينوس التقنيه الجامعيه. اليوم راح احكي لكم عن ال ال ام اس اللي بتستخدمه كليه لومينوس. بدانا فيه ب 2018 تقريبا، 2019 كان تم تدريب الموظفين وبداية تدريب الطلاب على استخدام الـ LMS، ولكن كان المفروض طرحه ب 2020 في نهاية 2020، بس بسبب الجائحة تم طرحه بشهر 3/2020 والتعامل معه. هو من برايت سبيس دو تي ال. عندنا الصفحة الرئيسية للموقع الموجود عندنا، بيكون فيه بنزلوا الكلية الإعلانات الخاصة للطلاب. بالنسبة لنا كأساتذة بيكون عندنا بالمواد المطروحة عندنا خلال الفصل، مثل هون أنا موجودة عندي المواد لهذا الفصل، لو بدي أدخل على مادة من المواد الموجودة موجود عندنا الكونتنت اللي هي المحتوى اللي بننزل فيه المواد والمحاضرات، تقسم حسب يونت. بدي أضيف أنا يونت جديد بحط نيو يونت، وداخل كل يونت بقدر أحط أنا الكورسز اللي بعطيها، برضو كمان بقدر أعمل أبلود للمحاضرات بشكل دائم. برضو كمان عندنا في الأسايمنتس نقدر نطرح للطلاب الأسايمنتس ويناقشوا أو يدخلوا الجواب عليها، هي رح تكون مبينة هيك عند الطلاب. سوري لأنه هيدن okay. فبقدر أنا أحط الأسايمنتس للطلاب أربطها مع الجريدز. بقدر كمان في عندي discussions موجود، بقدر أحط discussions حسب التوبيك أنا اللي بدي إياه أدرجهم تحت التوبيك. برضو في عندي الكويزز، الثلاث بقدر أربطهم أنا بالجريدز اللي موجودة عندي كعلامات، أو بدي أوزع علامات بهذا الشكل أنا بكون عندي الجريدز. بقدر أوزعهم على البوينتس قد ايه بدي أنا العلامة والويتس لإلهم. على سبيل المثال عندي المشاركة بقدر أوزع العلامات عليها مع الويتس. الميد تيرم كيف أنا بدي أوزع العلامات، بدي أحط مثلاً 10 علامات على الكويز، على الأسايمنتس 1 10، أسايمنتس 2 10. عندنا هاي المادة دولي international، فعندهم الفاينل راح يكون عندهم أسايمنتس مش اختبار عادي،
ففي لهم مثلا 50 علامة على الأسايمنت النهائي اللي بدهم يسلموه. في شغلة مهمة بدي أحكيها، مشكور دكتور أحمد شرح لنا كيف إحنا نعمل الـ Virtual Classroom على الزوم. بالـ Bright Space عنا إحنا بنجهز الإعدادات نفسها اللي على الزوم، ولكن من خلال الـ Bright Space بقدر أعمل New Schedule. فنفرض أنا بدي أعدل على الـ Schedule اللي أنا عمليته عندي هون، نفس الإعدادات تعاون الزوم ولكن من خلال الـ Bright Space. اسم المادة بيكون أوتوماتيك نازل عندي أنا على المادة، بحدد التاريخ متى أنا بلش عندي الكورس، قدي مدة المحاضرة، ساعة، ساعتين، ثلاثة، بقدر أحدد من هون. برضو كمان بقدر أنا أعملها إنه بديها ويكلي كل مثلاً سبت وأربعة لحد نهاية الفصل مثلاً 22/6، فبينزل عندي أنا على الكالندر اللي موجودة المواعيد لآخر الفصل. برضو كمان الفيديوز إذا أنا بدي أحدد إذا بدي الهوست أول ما يدخل يكون فاتح الفيديو أو الطلاب يفتح عندهم أوتوماتيك الفيديو أو لا الكاميرا. الأوديو برضو أنا كيف بدي أحدد، برضو إذا أنا بدي أخلي الطلاب أول ما يدخل يكونوا ميوت أو مش ميوت، وين بدي أنا الكورس ينزل أو الكلاس بعد ما يخلص، بدي على الكمبيوتر ولا على الكلاود، وبعمل سيف. ضايل دقيقة دكتورة. أوكي تمام. لما أعمل أنا السيف بينزل عندي الكورسز كلياتهم موجودين، الجدول كامل لنهاية الفصل. الطالب بيقدر يدخل عليها إما من الفيرتشوال كلاس روم من الكورس تولز أو من الكاليندر، بتكون موجودة على جنب بالأبكامينج إيفنت، كلهم موجودين هون. إذا بدي أعمل تغييرات زي موعد رمضان غيرنا الموعد، أنا بدخل بعمل إيديت بغير الموعد على نفس اللينك بضل موجود عندي، فسهل للطلاب إنهم يدخلوا على الزوم من خلال البرايت سبيس بهاي الطريقة. هي حبيت أن أنوه لهذا الموضوع أو لهذا الويب سايت للألمست اللي مستخدمه بكلية لومينوس. جميل، شكرا دكتورة، وبعكس يعني حلو إحنا نطلع على تجربة اللومينوس في هذا الموضوع. دكتور إبراهيم تفضل. بس دكتورة أنا بعمل من عندي دكتور. أوكي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. دكتور إبراهيم مشعل من جامعة العقبة للتكنولوجيا. إن شاء الله اليوم نحكي بشكل سريع على بعض الـ Virtual Reality App اللي موجودة. أبدأ استعرض اثنين ثلاثة بشكل سريع. واحد من المشهورين، أشهر واحد، اليوني ميرسيف، هذا VR App بتقدر تسوي له داونلود. طبعاً بيسمح لنا في كثير أشياء، فبيقدر مثلاً من أشياء بوفر لنا إياه إنه نقدر ناخذ فيرتشوال تور في الانشنت روم، نقدر نشوف روم القديمة ونشوف المباني كاملة كأنه إحنا موجودين عايشين فيها. الأكروبوليس نفس الشيء، من الأشياء اللي موجود فيها نقدر نروح ناخذ تور على التايتانيك، هاي بنقدر كأنه إحنا موجودين في داخل السفينة. في كثير أشياء فيه، منها الهيومن برين، أنت بتاخذ تور في داخل مخ الإنسان وبتمشي فيه بداخل الأعصاب وبشوف النيرف كلياتها بالتفصيل. ونفس الشيء من الأشياء اللي بزودنا فيها اللي هو الأناتومي للجسم الإنسان، تقدر تشوف كل أجزاء جسم الإنسان وتقدر تشرحها كأنه أنت فعلياً قاعد بتسوي عملية في الواقع. فهذا واحد من أشهر الأبليكيشنز اللي موجود عندنا اللي هو اسمه يونيميرسيف. الأبليكيشن الثاني كمان نفس الشيء وهو جدا مشهور موجود حاليا اسمه In Mind Virtual Reality. هذا بسمح لك أنك تنزله، أنا نزلته على التلفون عندي على السمارتفون تبعي وشفته. فعليا بتمشي في داخل مخ الإنسان وبتشوف كل التفاصيل، الأعصاب والأمور هاي بتقدر تشوفها كلياتها، وتشوف الأشياء اللي باللون الأحمر هاي بتكون نير فيها مشاكل، صاير فيها مشكلة فبتشوفها وبتقدر تصلحها أو تقدر تعدلها. فهذا من الابليكيشنز، الفي آر ابليكيشنز اللي كمان مشهورة في العالم. أبليكيشن ثالث أبليكيشن هو اسمه أبولو 15. هذا بسمح لك أنك فعلياً طالع في رحلة للفضاء وبتقدر تسوي لاندينج على المون وتمشي على سطح القمر كأنك فعلياً أنت في الرحلة اللي موجودة كانت اللي راحت على القمر. فكمان نفس الشيء أبليكيشن جداً رائع كأنك فعلياً أنت موجود فيه. من الأبليكيشنز اللي موجودة كمان اللي عندنا اللي هو الابليكيشن اسمه Sites In، هذا كمان بيسمح لك انك تروح على كثير اماكن
في تركيا، في جوامع في تركيا، في مصر في جوامع، تاخذ فيرتشوال تور في هاي الاماكن كلياتها. طبعا تقدر تختار اي معلم في العالم وبتروح عليه وبتسوي التور تبعتك كانك انت موجود فعليا هناك. فهذا كمان ابلكيشن الداونلود تبعه طبعا جدا عالي وكثير بوصوا فيه ريكومنديشن عليه جدا عاليه. من الاشياء اللي موجوده كمان اللي هي عندنا بوليفارد، مش عارف اوكي، هذا بوليفارد كمان فيرتشوال رياليتي، هذا بيسمح لك انك تسوي زياره لسبع متاحف على مستوى العالم، بتروح بتزور المتاحف هاي وبتمشي في المتاحف كانك فعليا انت موجود في داخل المتاحف هاي بشكل كامل. بتاخذ اتصور انه واضح قدامكم الصور، كانك موجود فعليا بداخل المتحف هذا وبتاخذ جوله في داخل المتاحف هاي. هذا اسمه بوليفارد فيرتشوال رياليتي. اخر ابلكيشن حابب انه نشارككم فيه شيء اسمه فيرتشوال سبيتش، هذا بسمح لك انك تنظم هيك سبيتش صغير كانه في فعلا جمهور قدامك وتقعد تحكي قدامهم في اي موضوع بدك اياه على اساس يحسن البرزنتيشن سكيلز للطلاب والامور الكوميونيكيشن سكيلز للطلبه. فهذا كمان كثير بيستعملوه بحيث انك فعلا كانك قاعد في مكان وقاعد بتسوي برزنتيشن. طبعا بالاضافه لهذولا في كثير ابلكيشنز ثانيين، ولكن هذولا هم اشهر ابلكيشنز موجوده، في غيرهم كمان ثلاث اربع بس انا اختصرت على هذولا على اساس نتعرف عليهم. ففعلا انه ممتعين، انا نزلت واحد منهم اللي هو ان مايند واشتغلت عليه، فعلا انه لطيف، بتحس حالك فعليا قاعد في داخل مخ الإنسان وقاعد بتمشي وبتشوف كل التفاصيل في داخل مخ الإنسان. هذا كل اللي عندي، الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم. دكتور هاي كلها تطبيقات مجانية المضي نعم نعم دكتور، بتسوي لها انستول وبتقدر تستعملها تشتغل على الموبايل، أتوقع شو الموبايل تختش شوي كأنه أنا جربت دكتور إن مايند واشتغل على الموبايل عندي وهذا فأتمنى أن أكون طلعنا على بعض الابليكيشن. شكرا جزيلا يا أهلا دكتور. دكتور معاذ تفضل. أفضل، السلام عليكم، صوتي واضح دكتور؟ نعم نعم حياك الله، السلام. أوكي شكرا، نعمل شير. الله يعطيكم العافية، أنا أخوكم دكتور معاذ السفاسفي من جامعة حسين بن طلال، مدير المركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة. اليوم بدي أشرح فكرة تقدمنا فيها لعبد الحميد شومان متعلقة ب How to detect cheating، كيف نكتشف الغش اللي بيصير أثناء الامتحانات. So title: A smart platform for assessment and examination using computer vision and artificial intelligence. مثل ما بتعرف احنا حاليا بالثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي هاي التولز إن صح التسمية بتساعدنا كثير إنه نعمل أشياء كثيرة. So بعد إذنكم نعمل هاي الأشياء بس عشان هيك. So during the COVID-19, you know, كل مؤسسات الأكاديمية في الأردن على مستوى العالم انتقلت إلى distance learning. وبلشنا ندخل على هاي البلاتفورم ونتعلم كيف ندرس الطلبة وكيف نعمل لهم امتحانات. ووجدنا إنه عملية التقييم يشوبها الشك صراحة، إنه فيها يعني القليل من الدقة. ومثل ما بتعرفوا في قرار صدر حديثا من مجلس التعليم العالي بال 2022 انه راح يكون في عندنا، واحنا بناخذ الدوره هاي بده يكون عندنا تقريبا 80% من الكورسز في الجامعات الاردنيه تستخدم التعلم المدمج او الديستانس ليرنينج. سو ايش البروبلم ستيتمنت اللي احنا بدنا نحلها؟ The main challenge of distance learning is performing and proctoring online examinations with credibility and reliability. يعني كنا كأعضاء تدريس واجهنا مشكلة كثير في عملية التقييم، وأنه نعلم أنه فيه غش لكن ما عندناش طريقة نكتشف أنه هذا الطالب غش أو حدا غيره قدم الامتحان. So إيش الأوبجكتيفز تبعاتنا بشكل عام؟ To build the acquisition system للonline exams. نعمل ديزاين لبلاتفورم نستخدم فيها الأوديو ديتكشن، الهيد بوز، الآي جيز، بحيث نقدر نشوف هالطالب كان بغش أو لا، وتكون هي عبارة عن منصة أردنية متاحة للمؤسسات الأكاديمية في الأردن. إذن الطريقة المقترحة: detect cheating behaviors based on the sequence of the exam taker's visual scanning, audio features and screen recording features. إذن في عنا ثلاث شغلات: إن نعمل تسجيل للشاشة تبعت اللابتوب اللي بقدم منها الطالب أو التليفون، يكون الميكروفون نسمع شو الصوت اللي بيحكي الطالب أثناء تقديم الامتحان، ويكون في عندنا كاميرا 360 درجة ممكن تعمل ديتكشن للغرفة اللي بده أو المكان المقدم في الامتحان. طبعا احنا راح نخبر الطالب في مرحلة
مبكرة على الامتحان إنه الامتحان راح يمشي بهذه الآلية، which means أنت كطالب تكون في مكان لحالك، أنت كطالب ممكن تكون هي لابس الحجاب وإلى آخره مثلا. So بكل بساطة في عنا ريكوردر للأوديو، هذا الأوديو راح يكون في عنا إحنا موديل كلاسيفاير باستخدام الارتيفيشال انتليجنس، بحيث إذا في كلمات مثلا حل السؤال، ابعث لي حل السؤال مثلا من الكلمات الموجودة، فإذا كانت هاي الكلمات موجودة في عنا فلاج راح يطلع. ايضا الكاميرا الشغاله راح تعمل باستخدام الكمبيوتر فيجن، راح ندرب موديل بحيث يشوف حركه الهيد اذا كانت تروح باتجاه او بقرا مثلا اذا كان بقرا من كتاب او من سلايد، وايضا قزحيه العين نعمل لها تراك. لما ناخذ الكلاسيفيكيشن لهاي التو انبوتس راح يطلع لنا هون اوتبوت انه على الاغلب الطالب غش. طيب حتى نتاكد، عفوا اسف جاني تليفون، بس حتى نتاكد انه فعلا في شيتنج احنا نكون عاملين ريكوردنج لشاشه اللابتوب، بحيث اذا الطالب فتح السلايد او فتح بي دي اف فايل او عمل جوجل نشوف انه الطالب عمل شيتنج او لا، بناء على ذلك بنحدد هو باس اور فيل. سو هاي الفكره بكل بساطه. تقدمنا انا ومجموعه من الزملاء من جامعه الطفيله التقنيه لمؤسسه عبد الحميد شومان، وننتظر في يعني صدور النتائج لعل وعسى نحصل الفند. الكوست مش كثير ابدا، وانس انه احنا نعمل تريننج لهذا الموديل، احنا ما بندربه على وجه الطالب كطالب كمعاذ، لا احنا نحكي عن الموشن. نعم انا انهيت على وشك الانهاء، على حركه الطالب على الفيس تبعه او على العيون او حتى على تسجيل الشاشه. هذا ما في جعبتي، واذا كان في اي اسئله بكون سعيد صراحه اني اخذ فيدباك من زملائي الاكاديميين، وحتى وان كان يعني خارج الميتنج على الواتساب جروب. وشكرا جزيلا. شكرا لك معاذ، يعني مشروع وطني، نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، وهذا الشيء اللي احنا الاشياء اللي احنا فعلا حاليا بحاجه لها الى حد ما مع الارتفيشال انتليجنس الاي اي يعني صراحه، فكل التوفيق ان شاء الله. دكتور محمد داوود. طبعا دكتور. في هذه تفضل. شكرا جزيلا، بشير شاشتي. الشاشه واضحه يا جماعه؟ نعم تفضل. انا محمد، دكتور محمد داوود من جامعه المانيا الاردنيه، بدي احكي عن الارتكل 360. الارتكل 360 الويب ابلكيشن او اللينك تاعه 360.articulate.com هو عباره عن مجموعه من الاي ليرنينج اوفرينج تولز، تتكون من كذا جزء، اهم اجزاء فيها الرايز 360 اللي حكينا عنه اليوم، واللي هو عباره عن ويب بيس تول فور كريتنج اتراكتيف اي ليرنينج كورسز. الجزء الثاني اللي هو الباكج الثاني اللي هي ستوري 360، هاي high-end application for creating e-learning courses تتطلب خبرة أكثر من 360. وفي بيجي معها إيش بسموه الـ content library 360، وهي عبارة عن library lawyer free، يعني بإمكاننا نستخدمها ضمن إذا كان في license أثناء تطوير الكورس. تحتوي على 7 مليون من الإيميجز والفيديوز اللي مطورة لأهداف تعليمية. 360 هو عبارة عن web-based tool، هاي من ضمن advantages تاعي. It's very easy to use على مبدأ drag and drop builder. حنشوفكم على شوي في learning modification و can be integrated مع Moodle عن طريق ال SCORM 1.2 package. ممكن الكورس نطور ونزع شكل هاي الباكج. بدي أفرجيكم اللوجن تاع الكورس تاع التول. لما نعمل لوجن على الويب سايت، انا عندي اكونت داخل على الاكونت تاعي عن طريق الجامعه. في عندنا التولز اللي حكيت عنهم اللي هم اهم شيء رايز 360 والستوري لاين. مع الستوري لاين لازم ننزل على الكمبيوتر، والكونتنت لايبرري اللي هي موجوده اونلاين وبنكمل نشبك فيها اثناء التطوير. رايز 360 ميزه انه هو بيست، يعني ممكن اكثر من شخص يتشاركوا بعمليه التطوير، والكونتنت بضل اونلاين وهو اسهل من الستوري لاين. أنا هون في عندي كذا topic نطورهم، في عندي sample topic هون يعني نشارك فيها ونحاول نغير فيها شوي. قبل ما أغير بدي أعملكم preview نشوف كيف the way it looks يعني. فبعد ما نطور الكورس أو اللسن نطلع عندكم المنظر شايفينه معكم، اسم topic في background image، وفي تحط الأوبجكتيفز اللي بتحب تحط لكم إياه عن التوبيك، وفي عندك الأوتلاين. طبعاً الأوتلاين بدك تعمل أكسس واحدة والثانية. فعشان نبلش الكورس أو التوبيك نعمل ستارت توبيك أو ستارت كورس، بكان تغير هاي الأيكون. وزي ما انتم شايفين في انتر أكتف
تولز انت بامكانك تستخدمهم دراج اند دروب زي ما نشوف كمان شوي. الايمجز هاي اللي شايفينها من اللايبرري بتاعتهم وبتعمل كونتينيو وبتضل نكمل. ممكن نعمل شيء اسمه نولج فيدباك مثلا زي كويزز انتر اكتف يعني بامكاننا نتفاعل معها ونمشي. طبعا انت عشان تمشي على الطبق اللي بعديها بامكاننا نعمل كونفجريشن انه الطالب لازم يعمل او يقرا او يشارك بكل الكونتنت الموجود قبل. بالتالي انا مش ما خلصت الكويز الكونتنت اللي هون مش عماله بيقودني للطبق اللي بعديه. بدي اشتغل عليكم بدي افرجيكم كيف بسرعه الكونتنت. زي ما حكينا بامكاننا نضيف lessons يعني كل ما هناك نعمل add new lesson مثلا نكتب مثلا new lesson ونبلش نضيف عليه. بس انا بدي اطلع من البريفيو خلينا عشان ما في وقت خلينا افوت على هاي بسرعه. هاي في عندي lesson مثلا هاي اسمه ممكن اغير فيه احط new lesson احط الاوثر سواء افرجيه او الاوثر احفيه. الكونتنت بامكاني اغير فيه زي ما بدي بسهوله. تفضل دقيقه. عمليه الاضافه هي فقط نعمل بلس بامكاننا نضيف تكست ستيتمنت ايمجز ممكن نضيف مثلا ستيتمنت مثلا زي هاي ستيتمنت هيك بنكون ضفناها ونحكي this is a new lesson. كان نضيفه كثير شغلات يعني drag and drop images من library كان ندور نعمل search على keywords multimedia الquizzes زي ما شفنا قبل شوي multiple choice أو نشاطات زي هاي النشاطات اللي هي match كان نضيف characters charts كان نضيف كثير شغلات. آخر شيء بدي أحكيه من الوقت تاعي خلص. أنا في عندي هون الكورس training اللي أنا مطور جوات الجامعة إحنا صرنا تقريبا واصلين تيبك 4 في جزء منه طورته باستخدام ال 360. فلو كبسنا على مثلا هاي اللي هي الباكيج بعد ما عملنا لها انتجريت مع مودل تفتح عندي نيو ويندو ونبلش نشوف ال كونتنت. أنا هاي الكونتنت وبتعمل نافيجيشن خلال التوبكس اللي طورتهم وبس تخلص تعمل اكزيت بترجع على الصفحه الرئيسيه للكورس. اللي بدي احكيه اخيرا انه الكورس اعتقد هو حوالي 1600 دولار مش متاكد بالضبط بس بهالحدود. تشتري الارتيكل 360 كباكج كامل تعطيك كل شيء جواتها الستوري لاين والرايز 360 والكونتنت لايبرري. في تولز كمان ثانيه حتى في تولز اذا بدكم يعني بنفس زي الاي سبرينج بنفس الباوربوينت بيجيك زي تاب جديد اسمه ارتيكليت ومنه بامكاننا نضيف الكونتنت لايبرري نضيف ايمجز مثلا. هي عندي انا هون هي اخر شغله دكتور مش هطول دقيقه زياده نعم يعني هي انا بضيف هون حيطلع لي هون سيرج وبامكاني ادور على الكيوردز الايمجز او الفيديوز اللي موجوده جوات الكونتنت لايبرري وتنحط جوات الباوربوينت البرزنتيشن. فيمكن تاخذ شوي وقت للتحميل بس انا بتوقف عند هاي النقطه. شكرا جزيلا شكرا دكتور حمد يعطيك العافيه. وهذا توقع النظام عندكم في الالمانيه مش هيك؟ سبق اتوقع حكيت عنه باحد اللقاءات سمعتك. بس انا حبيت احكي عن التفصيل. اكيد طبعا لا التفاصيل اكثر ممتازه. احنا يعني مره اخرى هدف مشاركه الخبرات بين جامعات الاردنيه كامله. شكرا دكتور. دكتور محمد جنيني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا الدكتور محمد علي الجنيني من جامعه الاسراء استاذ مشارك في قسم نظم المعلومات الحاسوبيه. خلينا نعمل شير للسكرين. بدي احكي عن موقع اسمه e-learning.com e-learning.com. هذا من المواقع اللي شفته مفيد وحبيت أشارككم فيه. حالياً فيه فوق 114 ألف
مشارك، فهذا بيعني انه يعني موقع كويس. فيه بيحكي عن مواضيع، طبعا اللي بكتبوا في المواضيع هن خبراء واكاديميين من شركات عالميه، والموقع امريكي. المواقع بشكل عام بمواضيع الاي ليرنينج، وكمان في شيء مبوب زي مثلا في الانستركشنال ديزاين، في الاوثرينج تولز، بلندد ليرنينج، فيرتشوال كلاس روم، ليرنينج استراتيجي، في ريموت ليرنينج، جيميفيكيشن. يعني هاي جزء اهم المواضيع. بالاضافه انه زي ما انتم شايفين في عندي اللي هي اب تو ديت انفورميشن على مواضيع عامه. هلا الشغل الكويسه كمان في هذا الموقع انه اذا انت بتعمل سبسكريبشن هي ببلاش، طبعا تعمل ساين اب. انا بالنسبه لي بدي اعمل لوج ان، بدخل الايميل تبعي والباسورد. في عندي هون انه طبعا البروفايل تبعي فيه بيرسونال ديتيلز، فيه كذا، في انترستس هون. انا ممكن اجي اضيف الانترست تبعوني، انا هو الهدف منه انه اعمل نيوزلتر تجيني على الايميل تبعي بشكل يومي او اسبوعي. فانا هون بختار الانترست تبعوني، في كونسبتس اللي هي مواضيع عامه، طبعا الهارت اللي شيدد هاي اللي انا اخترتها. ممكن اختار مثلا نحكي ادابشن، اي شيء بختاره راح يطلع فوق عندي هون بالكرنت انترست. كرنت انترست اللي هي الانترست تبعوني هذه. انا كيف اخترتها؟ زي ما شفتوا في هون مفاهيم عامه في الايلان، طبعا في شيء مباشر ايلان يعني شغلات مباشره، في شيء غير مباشر في الايلان. في عندي هون طبعا تشوف قديش في مفاهيم، طبعا انت بتحب تفوت يعني بعدين وتطلعوا عليها. في تولز نفس الشيء، أنا ممكن اختار عن تولز معينه حاب اتابعها. تولز برضو عدد كويس كبير، طبعا موديل موجوده في مايكروسوفت، في كثير امور من التولز الموجوده. في تايبس انواع، education examples instruction journals يعني بشكل عام. في كومبانيز معينه، في الاي بي ام، في الابل، في طبعا اكيد كمان شركات متخصصه في الاي ليرنينج، في organizations، في بسنة معينة تختار موضوع طلعت بسنة معينة، في sources من books، من articles، من magazines، من workshops، white papers، webinars، seminars، presentations، أي شيء. هلأ بعد ما يعني تختار الـ interest، في هون subscription، بس تضغط على subscription بدك النيوزلتر تجيك يومياً، daily أو weekly، أو resources بدك من webinar، e-books، white papers وهكذا. هلا بعد ما نختار هاي الامور، طبعا انت بدي اروح على الايميل تبعنا، عندي اوتلوك هون، مثلا ضغطت على e-learning هون، طبعا هون بيجيني في الانبوكس تبعي، بيجي على شكل زي ما انتم شايفين HTML، طبعا هي المسج واضحه زي كانها الصفحه نفسها، وهون بيجي فيها الارتكلز اللي هذا. هلا هون مقسمه الى نوعين، في الارتكلز اللي هي العامه، اوكي، في الارتكلز العامه، وفي تحت كمان جزء هون اللي هو حسب الانترست تبعوني، بيكت فور يو، مثلا كاستم اي ليرنينج سوليوشنز فور 2021 موبايل انيبل ليرنينج مثلا. موضوع كثير رائع، وبتوقع انه موقع كثير ممتاز وفيه امور، يعني الواحد ممكن يوميا او كل اسبوع تجيك هيك نيوزلتر باهم الامور اللي انت بتختارها حسب الانترست تبعونك. وان شاء الله تكون يعني عجبتكم، وشكرا لاستماعكم. شكرا دكتور محمد، يعني شيء برضه جديد احنا تعلمنا منه، شيء كويس يعني يستحق ان نخوض فيه ونشوف شو في موجود في هذا الموقع. يعطيك العافيه دكتور محمد. دكتور محمد ابو شقير تفضل. الله يعطيكم العافيه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا يعني صحيح اي هاف تو رش لانه في ديفرنت توبكس راح اغطيها بشكل سريع جدا، منها على الليفل تاع الادمن، وعلى الليفل تاع الاند يوزر، وعلى الليفل تاع الستودنتس، وعلى الليفل حتى تاع الجست. هلا مين اللي راح احكي عن واحد من البرامج الصحيح اللي فيري بوبولار بالاوثرينج تولز اللي بسموه لكتوره، وانا جاهز ازود في اي واحد انترستد فيه، وحقيقه بكلف يعني اللايسنسنج تاعيته $1,800 سنوي باي ذا واي لكل 5 يوزرز. هلا هذا one of the best authoring tools، والجماليه فيه انه very customizable، very user friendly، ورايت اواي انت بتقدر انك تصدر الكونتنت تاعيتك على المقاييس العالميه اللي هي either AICC او السكورم اللي هي shared content object resource module.
هلا ونس انك انت صدرته تقدر ترفعه مباشره. طبعا هذه المنصه تاعتنا بتقدر ترفعه مباشره وانت يو انتجريت اول يعني اول توجذر. هلا مثلا هذا محتوى الشابتر الاول تطلع كلياته بوك ماركت اللي الكلمات المفتاحيه انا بدي اروح على السب شابتر هذا او على السكشن هذا مباشره بنقلني عليه. بس انفورشنتلي طبعا الادوبي فلاش بلاير اللي بطلوا يدعموه البراوزرز اعتبار من 12/1/2021 استبدلوه بالاتش تي ام ال 5 اللي هو الاتش 5 بي. انا سوري يعني عم بحكي بشكل سريع بس this is how it works. طبعا فيه عندك طلع لينكت يعني you combine all of multimedia elements صوت صوره فيديو all together مع مع روابط تشعبيه مع مع الريسورس ماتيريال لها يعني all in one. طبعا عمليه الجماليه فيه هذا انه هو very very user friendly وبورتبل على كل البلاتفورمز الويب سي تي بلاك بورد او المودل او whatever. وصحيح انه يعني عم بيعمل انتراكشن مع الستودنتس بطريقه معينه. الجزء الثاني اللي بدي احكي عنه بشكل سريع اسمحوا لي اني انا يعني شوي مستعجل بدي احكي عن بعض اليوسفول تولز الصحيح اللي عم بتساعد وهي يعني افيلبل فور فري. منها اللي بيعمل اتندنس اوتوماتيكلي بدون الانترفينشن تاع ايذر التيتشر ولا الطالب. يعني هذا التول اللي بسميه اتندنس ريجستر عم بياخذ الريكورد تاع الطالب من منذ بداية الفصل وبيجي بيقول لك والله هذا الطالب دخل. يعني طبعا مجرد ما عمل الكرون عمل رن مباشرة بيجي بيعطيك كل الديتيلز تاعيت الطالب. مثلا على سبيل المثال الطالب عندي اكس هذا دخل فور 7 اورز تايم على سبيل المثال من بداية الفصل كل السيشنز تاعيته مسجلة اوتوماتيكلي يعني without any intervention. وهذا طبعا ممكن تفيد فيما بعد انك انت تحدد له سكور معين بنهاية الفصل بيس على الاتندنس تاعه. One more tool موجود عندنا اللي هو بسموه office hours interactive office hours. هلا هذا جميل كثير صحيح برضو بشجع على استخدامه. انت بتعمل زي sessions الطالب بيجي بيختار whatever time suitable for him ومباشرة بيجي بيبعث له system notification انه او عندي انا الان so far عندي 19 طالب مش ماخذين appointment هذا الاسبوع فبيجي بتقدر تعملهم انت invitation و reminder. طبعا بتروح لهم as a push notification على الموبايل اذا كنت انت مفعل الويب سيرفيس او بتروح لهم as an email. إذا في طالب أنت بدك تشوفه يعني أنت you can even set it manually بدي الطالب هذا أعمل له on a schedule all what I have to do is just click on وبعدين مباشرة بيروح له ال appointment اللي أنت بدك تشوفه فيها وبيبعث له رابط الزوم إذا بدك تشوفه أنت عن بعد. التوبيك الثاني اللي بدي أحكي عنه هو الاستفادة من بعض مصادر التعلم لبناء بنوك أسئلة. عندي راح احكي عن two tools one of them اللي هو تسجن هذا by Pearson والصحيح هذا بيولد لك آلاف بل آلاف الآلاف من الأسئلة حقيقة موزعة على chapters سي. يعني هذا هو بيعطيك طبعا السؤال بيعطيك difficulty level له بيعطيك الهنت انه once انه الطالب عنده مشكلة by the يعني معينة بيعطيك clue انه هذا انت refer to chapter رقم كذا كذا مباشرة. النظام سلس جدا بس باجي بعمل file بعد ما أخلصه طبعا بعمل له فايل وبعمل له إكسبورت وبصدر الإكسبورت تاعه. طبعا أنا مش عامل بس من فايل بروح على الإكسبورت عندي هون بضل دقيقة دقيقة بس أعطوني أنا دقيقة زيادة بس ول one more tool اللي هو هذا اللي نحن بنسميه اللي هو الإكزام فيو. هذا الإكزام فيو برضه بنفس الطريقة يعني كثير يوزر فريندلي وطريقة بناء الأسئلة فيه كثير رائعة. أنا يعني أكثر من هيك بقدرش أستعجل بس على العموم طبعا بيبنى لك تطلع هذه البنك الاسئله اللي تم بنائه الاف الاسئله طبعا تم توريدها بلحظه واحده. اللي بدي احكي عنه واحد من التولز الثانيه اللي بسموه الاد هوك. طبعا هذا بيمكن الادمنز انهم يعملوا اس كيو ال كوماندز داخل البلاتفورم تاع المودل نفسه. فانا از ان ادمن بدي اعمل تراك على الامتحانات اللي قاعد بتصير عندي تايم باي تايم اطلع هذا الامتحان لسه اكسس مباشره على الماده اكسس مباشره على الامتحان مين عمل الامتحان قديش عدد الطلاب اللي امتحنوا وبرضه هيت على الطلاب اي واحد عنده مشكله بتعرف احنا از ان ادمن ممكن تصير مشكله بين اللحظه والثانيه. التول الثالث اللي بدي احكي عنه اللي هو عمليه الاوديتنج اسمه ادماينر بس انا مش راح احكي عنه هذا لانه التيكس تايم. اللي بدي احكيه بتمنى من اخوان الادمنز انه دائما وابدا يعملوا تشيك على البيرفورمانس تاع المودل تاعيتهم عن طريق شيء اسمه البنش مارك. هلا هذا دائما وابدا عم بيعطيك قديش البيرفورمانس تبعت النظام تاعك وطبعا الاصل انها تكون يعني ابوف ال80 مشان يكون البيرفورمانس تاعك عالي على الرايتنج والريدنج والايديتنج كل الكلاينت تو سيرفر يعني ريكويست كلياتها بتصير
اخر شيء بدي احكي عنه هو external ويب سايت عم بيقيس لك البرفورمانس تاعي الويب سايت تبعك وبيقول لك ايش هي المشاكل الموجوده عندك. يعني مثلا الويب سايت تاعي هذا اللي هو jolms.com/lms بيعطيني وين البرفورمانس واي شيء احمر انت طبعا تقدر تلاقيه هون مشان انك تعمل اديت على الكود من حيث السي اس اس من حيث الجافا سكريبت من حيث الجيسونز او بعض الاشياء اللي بتتعلق بالكودينج بالباك اند وبالفرونت اند. الله يعطيكم العافيه وسوري على الاطاله. لا لا عكس استفادة طيبة. شكرا دكتور محمد. هذا النظام عندكم مستخدم في جامعة جرش مش دكتور؟ يا يا دكتور يا. وانت الادمن كل الانظمة هذه كليات الانظمة ديفلوبت يعني داخل جامعة جرش. في اشي من البلاجينز وفي اشي الصحيح هاردلي كودد على الـ على الـ على الكود نفسه تبع الموديل. انت عملت كستمايزيشن دكتور انت نفسك؟ نعم كستم انا يعني صحيح يعني ان هاوس خليك ان هاوس صح ان هاوس ديفلوبمنت فروم اي تو زد دكتور صحيح. الله يعطيك العافيه دكتور. في بلجنز لو معنا وقت ممكن نحكي عنها كثير يوسفول بس انفورشنتلي انتم يعني شوي شحيحين علينا بالوقت يعني شو بدي اسوي. لا بس واضح دكتور شكرا يعطيك العافيه جهود طيبه. اغلبك وصل معي هلا على الخاص بعد شوي دكتور محمد. دكتور محمد بطايني تفضل. السلام عليكم. محمد بطايني أستاذ مشارك في قسم الترجمة جامعة اليرموك. حياك الله. الله يسعدكم. اليوم راح أعمل هيك شرح بسيط عن موضوع الروبريكس في مودل. أي شيء بصراحة بستخدمه أنا وكثير مبسوط منه والطلاب كمان بس يشوفوا يعني كيف تم تقييمهم فبريحني كثير من مراجعات الطلاب من إيميلاتهم خاصة لما يكون عندك شعبة كبيرة. فراح أطبق هذا الإشي أنا for example I develop يعني روبريكس للassignments اللي بعطيها للطلاب. مثلا في عندهم translation assignment لازم يستخدموا فيها tool computer tool وكل جزئية عليها مثلا علامات معينة ومجموعة العلامات هي 10 علامات بال assignment. فال assignment بعملها على ال e-learning بالطريقة اللي المعهودة اللي بنعرفها كلياتنا خاصة اللي بيستخدم المودل. ومن ثم في شيء بسيط هو من مكانه بتعمل development لل rubric. على سبيل المثال هاي الاسايمنت في اسمها مثلا اسايمنت سبمشن بكل بساطه بتروح على السيتنجز ايديت سيتنجز وبننزل عند الجريد. هلا بعطي قديش من قديش هي العلامه تبعت الاسايمنت مثلا هي من 10 وبختار الجريدنج ميثود وبس بختار روبريك. هلا بعد هيك بعمل سيف وبيخليني اعمل ديفلوبمنت للروبريك اللي عندي. اذا ما عندي تيمبلت من اول بستخدم ديفاين نيو جريد جريدنج فروم سكراتش بكبس عليها. اعطي نيم للروبريك اللي هستخدمه والايتيمز الموجودين اللي انا بدي احاسب عليهم الطلاب باخذهم واحد واحد بيكونوا بالكولم تبع الايتيم اللي هون وكل جزئيه بحطها برضه من الروبريك وباخذ كم علامه على كل جزئيه. مثلا اذا كان الطالب مسلم الترجمه انا مثلا ماده الترجمه مسلم الترجمه كامله بعطيه 4 علامات على هاي الجزئيه. هلا الجزئيه الثانيه اذا كان في نقص في الترجمه مثلا بعطيه فيدباك معين انه في عندك نقص في الترجمه مثلا وبعطي عليها علامتين على سبيل المثال. كذلك الأمر إذا ما كان في ترجمة كاملة كمان أكيد راح ينقص علامات كثير وبعطي عليها مثلا علامة واحدة. فزي ما بتشوفوا هو الكومبوننت الأولى هي من 4 points 4 points. إذا طبعا كانت ممتازة ترجمته وترجم كل شيء بياخذ 4 points. بعمل كرايتيريون تانية اللي هي use of two of the tools اللي كان لازم يستخدمهم بالassignment. إذا استخدم التولز بالطريقة الصحيحة والمناسبة بياخد عليهم مثلا 3 علامات لانه هو الايتم الثاني عليه 3 علامات. اذا استخدمهم يعني مع بعض المشاكل بعطيه فيدباك انه في عندك بعض المشاكل باستخدام التولز بياخد عليها علامه ونص. واذا ما استخدم التول ما بياخد ولا علامه ف I give him or her a beautiful zero. هلا الكريتيريا الثالثه بيكون عليها 3 علامات لان الاولى عليها 4 والثانيه 3 والاخيره حتكون 3 علامات اوف كورس. فنفس الطريقه باخذ اسم الكريتيريا والكريتيريون الكريتيريا سوري وبنزل ايتمز زائد علاماتهم وكم علامه حيروح على كل وحده.
وبصراحة قد يكون الشيء يعني بسيط ولكن له فعالية كبيرة، خاصة لمع الطلاب اللي بيحاشكوا على العلامات. It's يعني a nice way to give them يعني a final say on their grade. وبيكون في عندك ميزان دائما للطلاب بنفس الطريقة بتصلح لهم. فبهي الطريقة عملنا development للروبريك، وبس نخلص بنعمل save and make it ready. هلا بس بدي اعمل جريدنج على سبيل المثال لل... هلا الروبريك صار مشبوك بالاساينمنت، هلا بعمل جريدنج للطلاب على سبيل المثال. في بيطلع لي الطلاب واحد واحد، مثلا بشوف الفايلات اللي سلمهم الطالب انا، طبعا هذا امتي اساينمنت ما في سبمشنز، فبشوف هل الكومبليتنس اوف ذا اساينمنت، كانت الاساينمنت تبعته كومبليتد والترانسليشن تمام، بعطيه 4. يوسف تولز مثلا كان نص نص بياخذ 1.5. deliverables الفايلات سلمهم كلهم ولا لا، بعطيه مثلا 3 علامات. والسيستم نفسه بيحسب لي كم علامة أخذ الطالب easily. تعمل save changes أو save and show next، يسيف علامة الطالب وبيعطيه علامة وبينتقل للطالب اللي بعده. هذا بكل اختصار الإشي اللي حبيت أفرجكم إياه اليوم، وعلى أعتقد على ما أعتقد إنه في ناس بتعرفه، بس it's something that I يعني wanted to share. Thank you. جميل دكتور محمد، يعطيك العافية. أستاذ عبد الرحمن تخيني معنا. أستاذ عبد الرحمن جماعة اللغات الأجنبية، للأمانة أنا بحكي على الجامعة الأردنية، زملائنا المطلق. أيوة دكتور تفضل. أهلين أستاذ عبد الرحمن، بحكي عنكم على جماعة اللغات الأجنبية. أنا مطلع معهم من 2017 على تجربة الإيلرنينج ل يعني كليات إنسانية، الجامعة بشكل عام والإنسانية في الخاص. للامانه والحقيقه قال كليات او كليه اللغات الاجنبيه يعني زي تخصصكم من الناس الرائدين في الكليات الانسانيه في موضوع استخدام الاي ليرنينج. فجماعنا في الجامعه شفتهم طبعا مع بعض الامريكان توترز، في عندنا امريكان بيجوا على المعهد التعليم الغربي نظيم غيرها، فعملوا برزنتيشن قبل سنتين على هذا الموضوع على الروبريك وكيف ربطه، فكان شيء فعلا جميل وجيد جدا يعني نشوف كيف تطبيقات لهذا. فيعطيك العافيه، جهود مشكوره وموضوع حلو جميل. شكرا. صحيح دكتور مهند، شكرا. سيدنا دكتور موسى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بدي اعتذر من الزملاء اذا بدي اتحدث بسرعه فقط كسبا للوقت يعني عشان التزم بالوقت. ثانيا انا كنت امام خيارين، اما ان اتحدث عن قضيه تتعلق بالفيرتشوال لابس، كيف نعمل على السيميليشن والفيرتشوال رياليتي، لكني شعرت بان زملائي اللي في الدوره متخصصين وجواسات بكبار في هذا الجانب، فاثرت ان اذهب الى محور اخر من محاور الخطه، وهو المحور الاول المحور البيداغوجي. ساتحدث في قضيه اسمها السوشيو تكنيكال سيستم ثيري. ليش بتحدث فيها؟ من اجل اثاره نقاش حول طرح المحور البيداغوجي وبالتحديد الاسينكرونايز، تعليم غير المتزامن، والفليبت ليرنينج. شو فحوى هذه النظريه يعني حتى نصل للهدف الريكومنديشن المطلوب او الريزلت المطلوبه. هاي السوشيال تكنيكال ثيوري بعد الحرب العالميه الثانيه، البريتش مايننج اندستري، صناعه المناجم في بريطانيا، قررت ادخال، كانت طبعا ما قبل هذا التاريخ يستخدموا العمال المهره في المناجم، كانوا يستخدموا الادوات التقليديه، الفؤوس والكريكات وحتى الجفف، من اجل انهم يقوموا بعمليات الديجنج، الحفر والحمل والمناقل. طبعا هاي النظريه تعتمد على شيء اسمه تاسك فاريابيليتي، تاسك فاريابيليتي اند تاسك انالايزابيليتي في التكنولوجيا. فكانوا يستخدموا هاي الطريقه اللي بيسموها كرافتس ورك، تعتمد على طرق فيها انفورمال نورمز في داخل العمل ويشتغلوا عليها. قررت من اجل رفع الانتاجيه والكفاءه، قرروا ادخال الالات الكهربائيه على العمليه، فادخلوا الالات الكهربائيه زي الهيلتي وما الهيلتي للحفر، وادخلوا الكونفير بيلت عشان نقل التكنولوجيا. فكانوا سعداء بانهم ادخلوا هذا الموضوع على اساس انهم راح يوصلوا الى افشنسي عالي في الانتاج. بعد ايام او بعد شهور وجدوا انه الافشنسي نزلت بشكل، صار فيها دروب عالي، ووجدوا انه في ابسنتين عالي جدا بين العاملين. فقرروا احضار شركه مختصه كونسلتنج كومباني، اجت هاي الشركه وعملت دراسه وجابت ريسيرشرز وعملوا يعني بحوث ليش نزلت الكفاءه، مع انه كان لازم يصير اختراق هائل في هذا الجانب وارتفاع. فوجدوا انه عفوا انه التكنولوجيا التي تم ادخالها الى مناجم الفوسفات في بريطانيا اغفلت جانب مهم اسمه السوشيال دايمنشن، اغفلت الانفورمال نورمز والفاليوز اللي كانت موجوده بين العاملين اللي بيسموها السوشيال سبورت، اللي كانوا يؤدوا لبعض،
كانوا يحفروا مع بعض، يدعموا بعض، يغنوا، يكونوا مع بعض ار تيم از ا جروب، يغطوا ورا بعض، يشتغلوا مع بعض، وبالتالي they are happy. كانوا always singing رغم الهيدك ورغم التعب ورغم الضغط اللي عليهم. فعملوا ريكومنديشن للشركه مانجمنت فسفات سوري شركه التعدين البريطانيه انه اعملوا تغيير في الموضوع الفلاني الفلاني، وادخلوا السوشيال، وبعدين عملوا سمو ديسنتراليزيشن في الموضوع، فارتفعت الانتاجيه بشكل هائل. لماذا اطرح هذا الموضوع عفوا؟ لانه الاي ليرنينج وبالتحديد الفليب ليرنينج والاسينكرونايز ليرنينج is a new technology بالنسبة لنا في التعليم في منظومة التعليم الأردني، وهي جزء من المحور الأول وهو المحور البيداغوجي. فإذا لم ننجح في تطبيق المحور الأول المحور البيداغوجي، وأشعر أنا كابن هذا البلد وكأكاديمي صغير وكإنسان معني بالموضوع، أشعر بأن الخطة كلها ستكون في خطر إذا لم ننجح في إدخال هذا الموضوع. ليش بطرح هاي القضية؟ مع أنه التكنولوجيا رائعة وهذا والكليب ليرنينج رائع والأسينكرونايز رائع، ولما نوصل له رح نتقدم ورح ننافس بين الأمم، فقط لأنه we are living في مجتمعات فيها المعلم بيجي الأب بيقول له لك اللحم وإن العظم، إحنا عنا المعلم قف قبل المعلم وفيه التبجيلة، إحنا في بلدان إذا الدكتور وضع العلامة رئيس الوزراء بدأش يغيرها، إحنا في بلدان عنا سلطة مطلقة، والسلطة المطلقة دائما قد تؤدي بصاحبها لسوء استغلال هذه السلطة. وبناء على ذلك أنا كيف بقول ضال دقيقة. هذا إحنا في ظل هذا الوضع، الفكرة باختصار والريكومنديشن الموجودة إنه في ظل هذا الوضع اللي إحنا فيه، في ظل هاي النورمز والفاليوز اللي بنعيش فيها، أنا أعتقد إنه الأسينكرونايز والفليب ليرنينج لازم يوضع له استراتيجية للتنفيذ. أكثر من ذلك، من ضمنها أنا عندي مقترحات يعني في هذا الجانب، راح أبعثها في الباوربوينت اللي لازم أزودكم فيها، بس إذا الوقت انتهى لازم ألتزم وأحترم الوقت وبوقف إلا إذا بتكون تسمعوا ريكومنديشن. شكرا. الله يعطيك العافية دكتور، أشكرك. شكرا دكتور موسى، يعطيك ألف عافية. دكتور قدري، دكتور تفضل. خير جميعا، دكتور قدري حمارشي جامعة فيلادلفيا. أوكي الشيرينج شغال؟ اوكي اليوم ان شاء الله، اوكي ان شاء الله اليوم حتحدث عن الاي سبرينج سويت. هو عباره عن مجموعه من التولز، طبعا بعد ما اعمل انا انستليشن اكتيفيشن لهذا الباكج، في عندي طريقتين ان انا استخدمه، اما اجي على الايكون الموجوده على الديسكتوب واعمل عليها كليك، طبعا هاي احنا بنسميها الكويك ستارت. طبعا بامكاني انا سيبريت لاشتغل عليه على اساس انه ستاند الون ابلكيشن، بامكاننا مثل ما انتم شايفين نعمل كرييت لكورس. طبعا كلمه كورس هي عباره عن اي كونتنت، بامكاننا نعمل كرييت لكورس معين مباشره بودينا على الباوربوينت برزنتيشن، لانه هو فعليا باوربوينت بيست تول. والطريقه طبعا خلينا نرجع مره ثانيه لكويك ستارت. ممكن انا هنا اعمل كويزز سيبريت واحفظهم في فولدرز معينه. طبعا الكويزز كمان عباره عن باوربوينت برزنتيشن، ممكن نعمل انتر اكشنز وهي طبعا يعني فعليا كومباتبل مع الاتش 5 بي، ممكن نعمل دايلوجز وسيموليشنز، وممكن نعمل سكرين كاست. انا بدي اركز على اللي هي الطريقه الثانيه اللي هي من خلال الباوربوينت برزنتيشن مباشره. افرض ان انا عندي مثلا باوربوينت برزنتيشن، ممكن نعمل فروم سكراتش الباوربوينت، او انه يكون في عندي باوربوينت برزنتيشن قديم لاي ماده علميه عندي، ما علي الا اعمل ايش اوبن للباوربوينت برزنتيشن، وندخل على اللي هي التاب اللي موجودة عندنا اللي هي الاي سبرينج سويت. طبعا انا عندي الباكج اللي انا فري اللي هو الناين، طبعا بيطلع لي اللي هو التول بار تاع ايش الاي سبرينج، بتقسم لست اقسام فعليا، ست سيجمنتس. السيجمنت الاول فعليا هو كمان مثل ما حكينا تولز منفصل بامكانك انت تشترك فيه لحاله، اللي هو عباره عن فيديو اديتر بيعمل ريكوردينج للاوديو للفيديو وبيعمل مانج له كامل. طبعا بامكانك انت تدخل على اي سلايد بدك اياه، بامكانك تسجل الناريشنز، بامكانك تعمل الفيديو، بامكانك بعدين تطلع تعمل كليك وتعمل مانجمنت للفيديو اديتر تاعك. السيجمنت الثاني اللي هو فعليا الكور تاع الاي سبرينج، اللي هو عباره عن انسيرت. احنا ممكن نعمل انسيرت لكويزز، طبعا اوكي طبعا اوتوماتيكلي بيعمل لي ايش الاي سبرينج كويز ميكر، هو عباره عن تولز بامكانك مثل ما حكينا تاخذه لحاله مباشره وتعمل كرييت لايش لكويز. طبعا انتر اكشن رهيب جدا، هو عباره عن الكويز عباره عن سلايدات بتحط فيها كل شيء اسمه مايكروسوفت برودكت، البرزنتيشن باك جراوند، كل هاي الشغلات تعملها،
طبعا عندنا عدد كبير جدا من الكويزز، طبعا مثل ما انتم شايفين ستاندرد، بس ميزت هذا الكويز ان انا بعمله على اساس انه هو عباره عن باوربوينت برزنتيشن، مثل ما انتم شايفين مالتيبل تشويس ترو فلو فولس شورت انسر ماتشنج. انا اسف يعني مستعجل مثل الجميع، هوت سبوتس يسي، كل هاي الشغلات ممكنك تعملها وتحفظها ك طبعا بعد ما تخلص انت الكويز تاعك هو عباره عن ون سلايد في البرزنتيشن تاعتك. طبعا نقول كالتالي، انا خلصت من البرزنتيشن بنتقل على النقطه الثانيه، انا ممكن اعمل انتر اكشنز. طبعا الانتر اكشنز هاي يعني بتخفف علي كثير جدا من اللي هي اللي كانوا يشتغلوا على باوربوينت برزنتيشن. اذا تتذكروا انه كان انا اذا كنت بدي اعمل سيكونس معين في الباوربوينت برزنتيشن فلازم اعمل مجموعه من السلايدات واحط احط ترانز اكشنز وانيميشنز وشغلات زي هيك عشان احصل على يعني سيكونس معين. هنا فعليا كل شيء جاهز، التمبلت جاهز، بامكاننا نعمل ستيبس تايم لاينز سايكلز سايكليك بروسيس، بامكاننا نعمل هوت سبوتس، بامكاننا نعمل مثل ما انتم شايفين مجموعه كبيره جدا جلوساري فريكوانسي واشن اكوليشن تابس، كل هاي الشغلات بامكانك تعملها باستخدام الايتريشنز. طبعا مثل ما حكينا كمان الايتريشنز بتاخذ ون سلايد، مع انه هي عباره عن مجموعه من يعني عمل تراكمي. في كمان طبعا اللي هي عمليه الدايلوجز اند سيموليشنز، هاي عندنا مجموعه من ايش من الدايلوجز والسيناريوز اللي انت بتعملها، هاي عباره عن اذا كم سمحت ما سمعتش الصوت، كمل دقيقه دكتور بس للتذكير. اوكي ماشي للتاكيد، معناته بعمل سكرين ريكوردينج، ما في عندي مجموعه مثل ما حكوا بعض الزملاء كونتنت لايبرري، عدد كبير جدا من الباك جراوند الاوبجكتس الكاركترز التمبلتس جاهز وحسب الفيلد اللي بدك اياه. طبعا في عندي هنا مثلا اللي هي البرزنتيشن سلايد بروبرتي، طبعا انا بكبس عليها بيطلع لي كل السلايدات اللي عندي، بامكاني اتحكم فيهم دايركتلي، احط البريزنتر بده يحكي السلايد هذا، احط الفتره الزمنيه اعمل له هايد، مثل ما شفنا مثلا في عندي هنا الايتريشنز بتكون موجود السلايد هنا لها خاص او الكويز، بامكاني اتحكم منها اعملها ديليت اعملها ريموف من الاشياء. طبعا عندي اهم شيء بدي الحق الدقيقه اللي ضايله لي اللي عمليه الببلش، لما اعمل ببلش للبرودكت تاعي ها هي فعليا نقطه القوه عند الايش الاي سبرينج، بامكاني اعمل ببلش على الماي كمبيوتر، بامكاني اعمل ببلش على الاي سبرينج كلاود، هم لهم كلاود خاص فيهم اي سبرينج ليرن اللي هي الليرنينج مانجمنت سيستم بتاعت الاي سبرينج. ممكن اعمل مثل ما انتم شايفين على اي ليرنينج مانجمنت سيستم، بامكاني اعمل مثل ما حكى الدكتور محمد ابو شقير، في عندي هنا كل الايش الستاندردز اللي انا ممكن اعمل لهم ايش سيف. طبعا ميزه هذا الباكج انه كل شيء انت بتعمله هو ستاندرد، يعني بامكانك تعمل باوربوينت برزنتيشن وتحوله الى ام بي 4 او اتش تي ام ال 5 او سكورم 1.2 وتستخدمه في اي سيستم بدك اياها. وطبعا بامكانك تحطه دايركت على اليوتيوب وتعمل له ايش تعمل له ببلشنج وبلس. بضل عندي لعمليه البريفيو، بامكانك تعمل بريفيو للسلايد لسلكتد سلايد او للانتير سلايدز. طبعا بشكل سريع بضل عندي وقت ولا انتهى، ميزات كثيره جدا للاي سبرينج، هو باوربوينت برزنتيشن، هو فعليا اول ان وان، يعني كل فعليا هو ما بطلعش من الاي سبرينج بس كل شيء بدي اياه في الاي سبرينج. وطبعا مثل ما حكينا حتى هذا الاي سبرينج انا شفتها هي الليرنينج مانجمنت سيستم الوحيد اللي مشتغل بالانفو جرافيك 100% وضايفه الانفو جرافيك في الديزاين تاعها. وشكرا. شكرا دكتور قدر، بعتذر كنت سريع جدا لانه لا بالعكس انت سريع بس كان واضح يعني. دكتور هذا يعني دكتور مهند يعني انا من 45 كان عندنا عامل هاند بوك للشو اسمه من 45 صفحه نزلت امبارح ل 12 اليوم نزلت لأربعة. انت في له دليل ولا انت عامله؟ انا عامله للجامعه لانه احنا فعليا معتمدين هذا الاي سبرينج. نقدر نحصل على نسخه منه دكتور اذا بس انا بدي ابعث لكم النسخه اللي هي 12 صفحه اختصرتها اللي هي البرزنتيشن، فانا طلبت من الدكتور احمد انه نعمل ابلود للفاين هذا ان شاء الله بنزل فيها. فتحناه دكتور فتحناه. دكتور قدي بس سؤال سريع قبل ما انتقل دكتور رضوان، هذا كوميرشال سوفت وير دكتور؟ هاي مشكلته انه كوميرشال حقه تقريبا. انتم بشيل في الجامعه كلايسنس صح؟ كلايسنس مزبوط؟ احنا اشترينا مجموعه من اللايسنس. كم عدد انتم بس سؤال، كم عدد اللايسنس كم عدد المستخدمين؟ احنا هسه اشترينا يعني تجريبي فعليا، انا انطيت محاضره شهر 9 لاعضاء هيئه التدريس. طبعا انا عندي مثل ما حكيت لك هاي عندي اللي هي ببعث لكم اياها، هاي عندي اللي هو المانيوال، حتى انا اذا بتلاحظوا يعني كاتب فت
عشان تعمل كل شيء يعني كل حلو. كل خطوه جميل. بدك اياها بالضبط من خبرتك يعني في تريال في تريال فيرجن له في 3 دايز في تريال فيرجن انا أوكي. اشتغلت على التريال وبصراحه يعني مش ريكوردد انا يعني وجدت نسخه يعني واضح من واضح هو هو متطور كثيرا عن الباوربوينت تبع مايكروسوفت كثير دكتور لا يقارن يعني لما انت تحكي عن انت نعم. وهذا يعني انا اللي بشوفه دكتور مهند انه معظم اعضاء التدريس راح يستخدموه لانه باوربوينت برزنتيشن يعني فاميليا يعني عجبني كثير صحيح التطبيق هذا طبعا هاي دكتور يعني انا هون مثلا شايف انت انا ممكن اشترك فقط في حتى نسيت انه في معلش اذا تسمحوا لي نعم يعني الموضوع فعلا رائع جدا انا عامل شويه تطبيقات يعني تذكروا دكتور اللي هو السوات اناليسيس انا عملته بون سلايد هاي موجوده بعثت لكم اياها لاحظوا هذا كل الشغل اللي انا عملته هذا بتعمل كليك على اللي بدك اياه بيطلع عندك الحكي المرتب والسكرولينج هذا دكتور عملته بدقيقتين ما شاء الله من خلال مش مني لا 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 دكتور مش مني من الباكج ما بحكي لك بقول لك بالايس برينج هذا مثلا هون مثال على انك انت عندك مثلا فايل بامكانك تقلبه لا ايش لاي بوك كمان هذا من ضمن السوفت وير اللي هو الايس برينج الله يعطيك العافيه دكتور وجهود مشكوره وانت من الناس ما شاء الله عليك يعني دكتور اسف ان اخذت وقت شوي زياده لا لا عادي بس باقل من دقيقه اللي بده السوفت وير دكتور ممكن ازوده فيه يعني اوكي والله عمي انت يعني انتم جامعه جرش جنرس يا اخوي جنرس ما شاء الله عليكم بسم الله عندهم لايبرري اوف سوفت ويرز ما شاء الله يا اخوان هنا كل الموجودين الامانه يعني هي الموجودين بالجروب هذا مش الثاني حتى معزه يا دكتور شكرا دكتور يعطيك العافيه دكتور رضوان اخذنا عليك سامحنا تفضل دكتور رضوان دكتور رضوان معنا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا اليوم بدي أحكي عن ثلاث ويب سايت كثير مهمات أول ويب سايت اسمه سوكراتيف اللي بتشوفوا قدامكم هو للإكزامز بشكل عام اللي كويس بالسوكراتيف إنه ما في داعي إلا بس بالإيميل تبعك تعمل ريجستريشن وبنفس الوقت بحكم الطالب بروم نمبر الروم نمبر هاي بيعملها المدرس قبل الامتحان بدقيقتين ثلاث دقائق أو بخمس دقائق بيعمل روم نمبر وما بيقدر الطالب يفوت على الامتحان إلا بالروم نمبر اللي معمول لو أجي على التيتشر لوجن هنا رايح تشوف إنه الشاشة تبعته بسيطة وسهلة في عندك أثناء المحاضرة إذا حاب تسأل multiple choice question أو true false question أو short answer direct سؤال واحد وبنفس الوقت في عندي نظام لكويزات تمام هسا في عندي كمان إذا أنت عامل كويزز قبل هيك تلاقيه مخزن لك إياهن كلياتهن كل موجودات هون عندك كامل ماشي والكويزات هاي كلياتها إذا بدي مثلا أفتح الكويز هذا رايح تشوف إنه كويز منظم حتى تقدر أنت تشيل تغير اللي هي ترتيب الكويستشنز بالنسبة إليك لكن أخيراً بالامتحان تقدر تعمله شفلينج يعني نفس الإمكانيات الموجودة بالامتحانات الثانية بنفس الوقت هون الروم نمبر هي الغرفة اللي بفوت عليها الطلاب أثناء الامتحان هاي تقدر تغيرها قبل الامتحان والكويس كمان بالكويز إنه في إله إذا بتيجي تعمل آد كويز في عندك كرييت نيو تعمله مانيولي هون على الويب سايت أو إنك تعمل import وهم عادة بزودوا بإكسل فايل هذا الإكسل تقدر تعمل داونلود للتمبلت إذا عملت داونلود للتمبلت هو عبارة عن إكسل فايل هذا الإكسل فايل إذا بتفتحه بتلاقي عندك الأسئلة تقدر تعبيها كإكسل خليني بس أطلع عليه الفايل هذا تمام اذا اجينا على الفايل هذا راح يكون بسيط بشكل بسيط جدا اللي هو الكويستشن تايب اما مثلا احنا دائما نختار مالتيبل تشويس بعدين نص السؤال هون بعدين في عندك خمس تشويسز اي وبي وسي ودي واي وهون في عندك اللي هو الاجابه الصحيحه تقدر تختارها بعد ما تعبي الاكسل فايل هذا كله اسئله ماشي بتروح بتعمل له بكل بساطه اللي هي امبورت import هون import quiz وبتجيبه بصير عندك الكويز جاهز هون الشغله الثانيه تقدر تعمل كوبي للكويز واذا بدك تغير عليه بنفس الطريقه في عندي بالريبورتس اللي هو الامتحانات اللي امتحنتها انت
ونتائج الطلاب فيها. وبالتالي إذا بدي أروح مثلاً على discrete mathematics راح ألاقي إنه بحفظ لي إياه كامل. بدي أعمل show names, show responses and show results راح يظهر لي كل علامات الطلاب اللي امتحنوا والنتائج تبعتهم الصحيحة والخاطئة. طبعاً هذا بتقدر تعمله export وبتقدر تعمله send للإيميل أو download أو بتقدر تعمل للدرايف. طبعاً شو بحفظ لك هون؟ بحفظ لك اللي هي الكي أنسر أو الأنسر كي، ويحفظ لك اللي هو إجابات الطلاب كلياتهم، ويحفظ لك إكسل فايل في النتائج كاملة، وبعمل لك إياه فايل مضغوط. طبعاً الريزلت هون إذا كان عندك امتحان شغال، طبعاً إحنا دائماً نبدأ الامتحان نشغل الامتحان من هون، بنروح على كويز نختار الكويز اللي بدنا إياه، بعدين نعمل نيكست، بعدين على الأوبن نافيجيشن بختار إنه أنا بدي يدخل اسم الطالب أو رقم الجامعي. أنت بتقول له أثناء الامتحان شفل questions شفل answers ومشان يخربط الإجابات والأسئلة، وبعدين مشان يورجي إيش الفاينل سكور أو لا زي ما بدك أنت. دكتور ضيل دقيقة إذا سمحت. start ماشي. الريزلت هنا بتكون live results طوالي، هم الطلاب يجاوبوا بين عندك النتائج كاملة. فكتير أنا شفته tool ممتازة إنه ممكن الواحد يستخدمه مشان امتحان الأونلاين إكزام. التول الثاني بدي أحكي عنه بس مش رايح أشرح عنه، اللي هو البريزي. البريزي هو لعمل البرزنتيشن. لاحظ لو أنا مثلاً أخذت الفايل هذا وعملت له بالشكل هذا، طبعاً أنت بتجهز عدة سلايدات، وبعد ما تجهز عدة سلايدات في عندك اللي هو بيكون بالشكل اللي هو التنقل عبر مين، عبر اللي هي مساحات معينة، بس كونه هاي ما فيها كتابة مش رايح يبين إشي. طبعاً هذا تيمبلت جاهز، في حوالي يمكن آلاف التيمبلت بالبريزي جاهزات. طبعاً إذا بدك مور فيتشرز لازم تأخذه كلايسنس، بس بتوقع إنه الفيتشرز الموجودة فيه كافية إنه أي واحد يشتغل عليه، لأنه بيعطي برزنتيشن رائع وبتحسه إنه إيش بيعمل فوكس وزوم إن وزوم آوت بطريقة أفضل من الباوربوينت. هذا اللي بدي أحكي عنه، الله يعطيكم العافية. شكرا دكتور رضوان، يعطيك العافيه. بس سؤالي للتطبيق الاول، هل هو اوبن سورس دكتور تبع امتحان؟ دكتور هذا هو فري، اللي هو سكورتيف. هو فري سكورتيف، لكن ان كيس انك بدك تاخذ في فيتشرز زياده، مثلا زي هون خلينا نحكي دكتور اذا بدك تعمل مثلا كرييت فولدر، هذا بده البرو منه. في كثير فيتشرز هاي بالبرو، بس حقيقة هو بيأدي الغرض زيادة يعني بالنسبة لنا. يعني البيسكس الفري خلينا نحكيها بيأدي غرض، زي جوجل فورمز صح؟ بالضبط دكتور، بيأدي الغرض. لاحظت كويس دكتور، بس في شغلة هو بدعمهاش دكتور، موضوع اللي هو السيكونشال. ما توقع فيه بدعم موضوع الاتجاه الواحد، ما شفته اتوقع، ما اظنش كان فيه. لا دكتور في سيكونشال بالخيارات كمان، إيه؟ لما تيجي تعمل بالخيارات. الله يخليك يعني... دكتور شوف على الدنيا مش لو طولنا على اسلام، شو مشكلة؟ ما في مشكلة، ثواني. التطبيق ممتاز والله كويس يعني. طب في بحدد لك عدد امتحانين في له بالبيسك او الفري فيرجن نسميها، هو عدد الامتحانين، عدد الممتحنين بيعطيك لحد 100 او 150، قبل اقل من 150 بالفري، بعد هيك بدك تعمل له لايسنس. ماشي هاي دكتور، هون في عندك خيارات كثير، هاي الخيارات. لا بس بدي اشوف والله بدعم السيكونشال فعلا. ثواني اسلام جاهزه، اسلام جاهزه، جاهزه حالك يا اسلام. بس يا دكتور مهند، هاي خلص انت دكتور ضوا راحتك، بعت سكرين شوت او قول لي وين خلينا نشوفه. مهمش يعني مش ان شاء الله دكتور، ان شاء الله حبيبي. شكرا دكتور، شكرا دكتور. الانس اسلام تفضلي. يعطيك العافيه دكتور، والله يعطيكم العافيه جميعا. أنا ما جهزت والله دكتور إشي، لأني أنا مش مدرسة، أنا مبرمجة في الجامعة. عادي مش مشكلة، أي موضوع حابة تحكي نحكي احكي فيه عادي. لا مش مشكلة، أنا administrator للمودل. إحنا الجامعة الهاشمية إنا بتستخدم مودل، بس في شغلتين على السريع. بس أنا ما عمري عملت شير سكرين. مش مشكلة، في تحت أسفل الشاشة إسلام لونها خضراء موجودة بالأسفلنا. تمام تحت بالنص، أي خاص ما شاء الله، ما شاء الله عليه السلام شطورة هيك. تمام اوكي هسه احنا الجامعه الهاشميه عندنا الموديل، سبق حكينا عنه انه احنا عاملين له كستمايزيشن للجامعه الهاشميه، مربوط بالتسجيل، مربوط في الماليه، الامتحانات جاهزه، اكونتاتي كلها جاهزه عنده للطلاب.
هاي بالنسبة للمودل كلياتنا نعرفهم، فمش رح نشرح عنه أي شيء. أنا صراحة كنا نستخدم هذا الويب سايت، حكى عنه الدكتور محمد، فمش رح أرجع أحكي عنه. في عندي هون شغلة بس على المودل، إنه جميع المدرسين إحنا ضفنا لهم بعض التولز واستفدنا من المحاضرات السابقة اللي حكى عنهم الدكتور H5. نعم. برضو كمان عملنا تست يوم الجمعة سبت أنه كان عطلة، فاستغلينا هاي الفرصة وشيكنا على السيرفر وطبقنا هاي الأمور. المدرسين عندنا بيستخدموا PowerPoint، جميع التولز اللي بتكون جوا PowerPoint، PowerPoint من ميكس من all tools بتكون موجودة جواته لعمل محاضراتهم. بس دكتور إذا بتكون تسألون أي إشي أنا بجاوبكم عليه، بس أنا ما صراحة ما جهزت إشي لأنه ما بدرس الطلاب يعني أنا. لا خلاص أنت فجدين المدرسة الهاشمية، يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية جميعا. تفضلي. أسفة بس هذا عدد الطلاب اللي عندي أنا 54,000. عندكم عدد طلاب بالجامعة الهاشمية؟ هسا أنا بحتفظ باليوزرز لأي طالب بتخرج لمدة 3 سنوات. اوكي هذا هذا بتضمن الحاليين والخريجين. تمام نعم صحيح. اخر 3 سنوات. نعم واعضاء الهيئة التدريسية واي طالب، وعدد المساقات 1970 مساق. بس مرة ثانية اليوزرز بتضمن طلاب واعضاء تدريس. نعم صحيح. اوكي نعم شكرا. ما شكرا حتى بس انه زملائنا الاعزاء في شغلة اخي بحكيها عن موضوع الاسم 3، بس اول شيء بدي اتاكد اول شيء طبعا شكرا لكم جميعا على تعاونكم وعلى التزام الوقت، وكانت استفادة عامة للجميع أكيد، إلا ما استفدنا منها من أشياء اللي طرحتوها وهذا شيء جميل. دكتور أحمد سأل عليه شوي صغير بس بعد إذنك. بس بدي أكد، لا الدكتور أحمد الشلبي، بس بدي أكد إنه اللي شرحته اليوم أو فرجتونا إياه، سواء تحدثتوا عن الموضوع أو فرجتونا هاي المنصات أو هاي التطبيقات، زي ما حكيت بدنا فايل واحد تبعثونا إياه إما على شكل باوربوينت أو وورد أو بي دي أف. بس ملخص للعبتنا اياه، بدك تعمل سكرين شات ولا تعمل او بتسكرين عفوا او بتحكي الحكي، انت لك الخيار، بس مهم بالبدايه حط لنا الموضوع او اسم البرمجيه او الموضوع اللي حكيت عنه. معكم ليوم الثلاثاء القادم 11:59 ليلا، يعني لطول نهار الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. هذول اليوم اللي قدمونا زملاء المجموعه الاولى، اللي اختاروا الخيار الاول واللي اختاروا الخيار الثاني. بالنسبه لجماعه الخيار الثالث اللي احنا اعطيناهم اسايمنت، خليني افتح افرجيك فيها شو الاسايمنت بعدكم حتى نكون مع بعض، لانه هاي احنا ما حكينا لك اياها يوم الاحد. هاي هون بس عمل شير سكرين يا اخوان، هاي موجود الان على منصه الدوره التدريبيه ضمن اسايمنت نمبر 3. المطلوب هنا واضح، المطلوب من الناس تختاروا الخيار الثالث اللي هو احنا اعطيناهم الاسايمنت هاي، انه انتم الان احنا اسبوع ما تذكروا حكينا عن المودل بلقاءين، حكينا عن الجوجل فورمز بلقاء. المطلوب فقط عباره عن اجراء مقارنه بين هذول التطبيقين باستخدام باوربوينت. عملنا باوربوينت يعني مش وورد ولا شيء، باوربوينت. هنا انت ملزم بموضوع باوربوينت، استخدمه حتى تعمل مقارنه بين المودل وبين الفورمز باي شيء بدك اياه، وخاصه في موضوع الكويزز. والكويزز بشكل خاص، بس بشكل عام كل مزاياهم انت مش نظرك بناء على شفته، بناء على خبرتك، بناء على اللقاءات اللي عملناها. بعديها بدك تحكي لنا عن الشق الثاني من الاسايمنت، انه تحكي لنا الان شو التطبيقات. يعني هسه الدكتور رضوان ما شاء الله عليه اعطانا تطبيق جديد في موضوع التقييم الالكتروني، يعني هو اعطانا عن تطبيق جديد مش مودل ولا جوجل فورم ولا شيء اخر، اعطانا شيء جديد. احنا بندور على شيء زي هيك، لو تعطينا تطبيق واحد تطبيقين من خبرتك او لو لما سيرش يكون ممتاز. وطبعا مره اخرى التطبيق هذا اللي تقدمه لنا يعني بيساعد بموضوع تقليل الغش. يعني الان دكتور رضوان حكى عن الشفلينج للاسئله والاجوبه والون واي، هاي الامور احنا بنتحدث عنها. فشوف تطبيق كويس اللي انت بتصنفك ممكن يساعد في موضوع اللي هي الحد من الغش الالكتروني. هذا هي الوظيفه الثالثه يا جماعه اللي اختاروا الخيار الثالث، برضو معكم ليوم الثلاثاء القادم لانكم تقدموا هاي الوظيفه من خلال الدروب بوكس اللي على سايمنت 3 على شكل باوربوينت. الخيار الثالث على شكل باوربوينت، اما الاول والثاني اللي قدموا اليوم معهم خيار زي بدهم، باوربوينت، بي دي اف او وورد. هذا بس لنحكي. الله يعطيكم العافيه. بس انا في مهندس احمد، تفضل. ابي اضيف شغله بس دكتور قبل ما هاي الان حتى اللي هو اختار تشويس 1 وتشويس 2 الآن تسليم التاسك من ضمن نفس هاي الاسايمنت، يعني انت بتعملها ابلود
على نفس هاي الاسايمنت، بس زي ما تفضل دكتور بتذكر اسمك وشو الموضوع، وحبذا يعني للناس اللي كانوا طرحوا لنا كثير مواضيع مفيده، يعني اذا استطعت ووقتك سمح لك انه تزودنا بمانيوال لهذا الشيء لعل الاخرين يستفيدوا، زي مثلا دكتور قدري قبل شوي الله يصغي خير ورجعنا مثلا مانيوال كامل انه ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، فاتليست الناس اللي بيجي مثلا او ما لحقش البرزنتيشن ممكن انه يمشي على هاي الستيبس ويستفيد من التول اللي موجوده. نعم شكرا دكتور احمد. دكتور احمد شو بتفضل؟ يعطيكم العافية ويعطي العافية لجميع الزملاء اللي حكوا اليوم. أنا بصراحة بس عندي سؤال واقتراح. السؤال الأول بنقدر طبعا لأنه الزملاء اليوم حكوا بمواضيع كثير حلوة ومهمة بالنسبة لنا لهذه المجموعة، بنقدر نحضر بكرة كمستمعين بالمجموعة الثانية يمكن يحكوا عن شغلات ممكن نستفيد طبعا 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 مفتوح كمستمع، أهلا وسهلا بالجميع اللي حاب يطلع على مجموعة بكرة ويشوف، احنا ما عندنا اي مانع. اسمح لي دكتور اضيف هون نقطه قبل ما اقاطعك دكتور، حتى لو لم تستطع يعني اي واحد من الاخوان مثلا عنده ظرف ما بيقدر، الفيديوهات راح نزودها حتى محاضره بكره راح تكون ريكوردد وموجوده على المودل، فليتر اون انت تقدر كمان تحضرها بالوقت اللي بيناسبك ان شاء الله. يعني اللي حاب يجي لايف يحضرها لايف اهلا وسهلا، اللي ما قدرش في عندنا بيكون الريكوردد فيديو حيكون كالعاده حينحط على المنصه. صحيح دكتور قدري تفضل. بس ممكن بس تفضل او اقتراح ثاني يعني هل يعني المواضيع اللي حكوها الزملاء يعني بصراحه في كثير مواضيع يعني مهمه وحلوه، هل ممكن نعمل مثلا سيشن بخارج اوقات الدوره لموضوع معين اللي حاب يحكي فيه سيشن كامله لساعه كامله شيء؟ طبعا لانه ممكن انتم تديروا هذا الموضوع، فهو اقتراح ممكن يعني تشوفوا. هلا دكتور احمد ممكن احنا بعد انتهاء الدوره بفتره زمنيه محدده ندعي الجميع، احنا هاي الجروب يا جماعه الجروب حضرها الشيء موجوده، يعني حتى بعد هذه الدوره هاي جروب نعتبرها تعاون بيناتنا جميعا لجميع الجامعات كمسؤولي اي تي او غيره للتواصل للمساعده للتوجيهات، يعني مثلا في جامعه بتشري سوفت وير مثلا حابه تستفيد من جامعه ثانيه عندها سوفت وير او الى اخره، فهذا مفتوح يا جماعه، هاي مجموعه لن تغلق ان شاء الله باذن الله تعالى، فممكن ننظم فيما بعد وممكن بعد رمضان اخير بكون الناس رايقه هيك ان شاء الله تعالى، فبنجيبوا ساعه ساعه ونص بشكل اكبر وبشكل غير رسمي يعني نحكيها يعني احنا زملاء بين بعض ما عندنا مشكله. تمام شكرا لك. شكرا دكتور قدري. دكتور مهند يعني بس يعني في عندي اقتراح بالنسبه للاساينمنت الثالث عشان نعم. تكون المقارنه عادله بين الموديول والجوجل، فانا بقترح ان يكون مقارنه بين الموديول والكلاس روم تاع الجوجل، لانه الكلاس فورم انت بتحكي بس امتحانات، الموديول شيء مختلف كليا. جوجل فورم الجوجل مزبوط الجوجل كلا اللي انا بقترح انها تكون الجوجل كلاس روم، لان انا اشتغلت على الكلاس روم هو مانجمنت سيستم انا عارف فانا بقترح عشان لان فعليا يعني المقارنه حتكون صعبه يعني كله لصالح المدير. دكتور احمد كليب شو رايك في الموضوع؟ هو كلامه صحيح دكتور، بس لانه احنا ما شرحناش الكلاس روم هاي يعني عشان هيك احنا بنحاول نحط اشياء لها علاقه بوتيفر وي هاف بريزنتد. يا سيدي عندي اقتراح حل وسط ممكن. اللي حاب يقارن بالجوجل فورمز احنا اعطيناه وفجناه فيها بصير، اللي حاب يتوسع من خبته في جوجل كلاس روم ما عندنا مشكله أكيد. هذا حل كويس. او دكتور مهند يعني بدك تعمل مقارنه، دكتور مهند بدك تعمل مقارنه بين الجوجل الفورمز والكويزز في الموديول. هذا ما نقصده دكتور، هذا هو المطلوب دكتور قدري، هذا المطلوب على فكره بس يمكن مش موافقين دكتور مهند. لا 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 دكتور الكويز هسه ما عدل بالصيغه، الكويز دكتور الكويز احنا بنحكي عن الموديول اوكي. لا دكتور احنا بنحكي قصده كان على الكويز، عن التقييم احنا بنحكي عن التقييم نعم. فهلا كل احنا بعد اللقاء مباشره بنعدل بس باضافه كلمه واحده اللي هي موضوع الامتحانات، يعني احنا نقصد كمديول كامل كمنصه بقصد ما هو فيتشر واحد من فيتشرز اللي عرضها الموديل هي الكويزز. شكرا دكتور انا بعتذر. لا بالعكس يعني نبهت لشيء مهم. شكرا دكتور عشان التوضيح، انت مش مطلوب منك هذا الاساينمنت يعني هل انا بعرف انه مش مطلوب مني. اوكي بس على الاخرين قاعد دكتور يوسف يعطيكم العافية. بس سؤال، هل هذا بس كأسايمنت نعمل باوربوينت ولا في كمان برزنتيشن حيكون أمام الجميع؟ لا 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 بس باوربوينت تسليم فقط. تمام. أنتوا ماكو برزنتيشن الثالث خير. شكرا جزيلا. دكتور ابتسام. السلام عليكم.
دكتور انا مهندسه ابتسام. هلا انا كنت حابه انه انا يعني انا حبيت المواضيع اللي انطرحت اليوم، انا كنت حاطه اسمي في الاساينمنت الثالثه وفي الاكتيفيتي 3، بس شجعتوني انه انقل تجربتنا بالتكنو عندنا بجامعه العلوم والتكنولوجيا، وحابه يعني اذا مش اليوم يوم الاحد شوي حابتك عن هلا بعجاله. انا حابه احكي اذا في مجال يعني بس اوكي بس تسمحي لي اخذ اول شيء دكتور رضوان يعني باختصار بعدين برجع لك. يلا دكتور رضوان. دكتورنا الله يعطيك العافية، هلا إذا في يوزر مانيوال لنفس السوكراتيف يعني موجود على الموقع أحمله أحسن من ما والله أبغى. طبعا أنا دكتور بس للملاحظة رفعت 5 ملفات مشان نكون fair enough لو واحد حبي يحط البرزنتيشن تبعه وحاب أيضا يضيف لنا مانيوال أو كذا، فيعني موجود إن شاء الله. نعم تمام ممتاز شكرا. طيب دكتور مهندس ابتسام تفضلي على العجالة بعد إذن الإخوان، همش لو 5 دقائق زيادة مش هأثر يعني 5 دقائق تفضلي دكتور مهندس ابتسام. ايه اوكي شكرا جزيلا دكتور. يعني بس افهم منك الان حتقدمين الان خلص يعني جينك من الثالث جينك انا هلا اقدم احمد زود بس حط واحد عندك ان شاء الله ماشي تفضلي مهندس تفضلي. يعطيكم العافيه جميعا، مبين الشير عندكم؟ نعم نعم تفضلي. اوكي هلا انا حبيت اني ابلش في اليوتيوب شانل الخاصه في مركز التعليم الالكتروني الخاص في جامعه العلوم والتكنولوجيا. طبعا هلا احنا في عندي هنا البلاي ليست اللي للكورسز او لغايات خليني احكي بلاي ليست غايات بالدعم الخاصه بالدعم الفني. طبعا في هون عندي انا فود مايكروبيولوجي لاب، هون صورنا احنا في مختبر حاليا، هذا تصور في هذا الفصل كامل في مختبر معين. في عندي مثلا principles of في انواع معينه من الكورسات في هون. هذا انا بدي استعرض اكثر من كورس عشان احكي لكم شو البرمجيه لكل كورس استعملنا. مثلا هون استعملنا اوفيس ماكس، اذا حد اشتغل على اوفيس ماكس هو يعني بلجن بينزل على الباوربوينت بيسمح لانه ادخال فيديو المدرس بالاضافه الى صوته مع السلايدات والشرح كما انه بيسمح للدكتور انه يكتب اي نوت على السلايد تبعه. هذا واحد من البرمجيات. في عندي مثلا المواد اللي صعب انها تنعمل على الاوفيس ماكس، كانوا المدرسين عندنا يستعملوا الوايت بورد، فكانت هي عباره عن لحظه شوي بس خليني افتح واحد من الفايلات، كان انه يشرحوا عن طريق وايت بورد. طبعا هون في استوديو عندنا استعملنا الوايت بورد، يعني هي كانت اي تول موجوده عندنا كانت بهدف انه بالفصل الاول كان لازم انه هاي المواد تنشرح لانها كثير يعني بالنسبه كيمياء وفيزياء ورياضيات، فانها لازم تنشرح وايت بورد. فاستعملنا الكاميرات واستعملنا عندنا فريق مونتاج مكون طبعا مش فريق كبير يعني تو جرافيك ديزاينرز، وعندنا مصور برضه. هلا في كمان شغله انا بدي احكي عنها اللي هي بخص البرمجيه هاي. في عندي انا وين راحت، في بلاي ليست اسمها هاو تو اي ليرنينج، هي فيها تقريبا تقريبا كل الفيديوهات اللي احنا بنسال عنها كسبورت يعني تيم من قبل المدرسين او من قبل الطلاب. طبعا هون مثلا انا وين راحت، هاي مثلا هذا الفيديو How to add a quiz. طبعا هاي أنا مسموع صوتي؟ نعم سمعينك تفضل. تمام هلا هاي مثلا الفيديو أنا عملته باستخدام برمجية اسمها كامتازيا، بتعمل سكرين ريكورد. تمام بفوت على بعمل سكرين كل اي شيء. طبعا هاي الشغلات كلها باستخدام الكامتازيا اللي هي النوتيشن هاي اللي انا بضيفها، كيف بعمل انا زوم ان على الشيء اللي بدي اياه. طبعا هذا كتير بيريح، مع انه انا كنت على التليفون اشرح للدكتور كيف يستعمل الشغل هاي مثلا وكيف يعملها، وكتير ريحت الدكاتره انه انا بس ابعثي اللينك اللي بيعمل كذا بس ابعثي اللينك. طبعا هذا الشيء كلهم جمعناهم في كورس معين سميناه How to use e-learning، أضفناه ككورس لكل مدرس في e-learning في كل فصل نضيفه على أساس أنها تكون موجودة عنده كلايبري. يعني طبعاً الكامتازيا هو license software، إحنا اشترينا
اشترينا لايسنس له قبل الكورونا، لانه احنا كنا من وقت ما صار في عندنا انه اجباري من وزاره التعليم العالي يكون 20-30% من الكورسز اونلاين، فكان الهدف منهم اشترينا يمكن 20 لايسنس للدكاتره اللي راح يعملوا اونلاين كورسز في فصل معين، نعطيهم هالسوفت وير في هذا الفصل ويستخدموا. تمام. هلا فبنعطيهم هذا السوفت وير وبيستخدموه وبنسترجع منهم اللايسنس بعد نهايه العمل فيهم. طبعا بيتضمن كثير اشياء. هون انا بقدر اعمل امبورت ميديا، امبورت لكل الاشياء اللي ممكن انا اضيف عليها، ممكن هي سلايدات، ممكن تكون ايمجز، ممكن تكون سكرين ريكورد. هلا الريكورد بيسمح لي اني اعمل سكرين ريكورد للشاشه تبعتي، بيسمح لي اني اختار كاستوم، بيسمح لي اني اضيف الكاميرا واختار الصوت المعين. مجرد ما عملت ريكورد وكملت بيجيب لي الفيديو ريكوردد فيديو وبيحط لي اياها على المونتاج، على خليني احكي لك على الكامتازيا سوفت وير. هلا خليني اعمل ستوب، هي افتن اعتقد. مرحت. اوكي. هلا هيك بس يخلص السكرين المفروض انه رجعني على، بس خليني هيئتها. ستوب. يجيب لي اياها هون، فبصير انا بتحكم في كل شيء هون. طبعا في عندي انا الانيميشن كيف بعمل زوم ان وزوم اوت على الشغل تبعي، كيف بضيف انه معلومه للطالب هون او للمستمع او للي بده يشوف الفيديو، كيف البيهيفير، كيف ممكن انه انا اشيل الصوت اللي هون واضيف صوت انا بدي اضيف اعمل فويس اوفر. طبعا هو يعني هذا خليني احكي تول لمونتاج، يعني مونتاج تول كامل، يعني سهل الاستخدام. يعني انا لما انه اشتغلت عليه كان يعني مجرد تو توتوريالز فيديو كانت كافيات اني انا اقدر اشتغل عليه، فعشان هيك ارتقينا شيء مع الصوره. دكتوره نعم، هي عامله شير لصفحه الويب. نعم صوتك عامل ماتش مع الديمو. طيب اوكي خليني بس شوي كيف بس ارجع عليه. اعمل انت شير وبعدين اعمل الشير للسكرين كامل. تمام. لا هو الحلو انها اني ابين ال هذا انا هيته شير للسكرين كامل مشان نشوف السوفت وير الثاني. اوكي هلا هذا بين يس يس اكزاكتلي يس يس نعم اوكي. هلا هذا اللي عملت له انا سكرين كورد. هلا هون الفيديو ظهر عندي هون على التراك، بقدر اعمل انا سيبريت للاوديو، بقدر اشيل الاوديو واضيف انا فويس اوفر انه انا والله دكتور سجل هذا بس ما بده هذا الحكي بده يظبطه بعدين، فممكن انه يضيف فويس ناريشن، ممكن انه يضيف انه اي ايمج بده يضيفها على هذا الفيديو. في عندي بقدر يعمل امبورت للسلايد، بقدر يعمل امبورت لايمجز فيديوز وات ايفر، انوتيشن يضيف اللي هي معلومات معينة بده يحطها، الترانزيشن برضه اللي هي حركة التغير بين إيمج وإيمج تانية أو فيديو تاني. يعني هذا السوفت وير يعني حسيته أنه كتير يوزر فريندلي وسهل الاستخدام فيما يخص خلينا أحكي الديمو فيديوز. ويعطيكم العافية وشكراً لأسماعكم. شكراً مهندس ابتسام. هذا كامتازيا سيديو 8، احنا جبنا لايسنس قبل الجائحة بسنتين تقريباً، حوالي 30 لايسنس يعني للدكاترة المختصين اللي درسوا مواد الإي ليرنينج أو توقف المدمج اللي بيعملوها. فهو هو كوميرشال مش فري يا أخوان، طبعاً فيه طير فيرجن. أنا بدرسه طلابي هذا الكامتازيا، من افضل يعني التطبيقات في هذا الموضوع، وفي غيره على فكره يعني في غير كامتازيا، بس كامتازيا اكيد كامتازيا هو اكثر شيء يوزر معروف فريندلي. معروف احنا نستخدمه مش احنا للمونتاج بيستخدمه الجرافيك ديزاينرز بيستخدموا البريمير والاشياء هاي. لا هو في اشياء كويسه وفي فيتشرز ممتازه شيء كوميرشال اصلا يعني. في ملاحظه بسيطه ملاحظه بسيطه الاستفاده يعني للجميع مهندس ابتسام والاخرين اللي هو الاوفيس 365 أو الآن PowerPoint فيه موجود إنه بيطلع صورتك بيطلع أنا كنت حابة أحكي على فكرة هذا الإشي لما شرحت عن الأوفيس ميكس، إنه نسيت أحكي إنه بالليتر فيديوز استخدمنا الPowerPoint 365. مظبوط الملاحظة الحكاية مهمة جدا يا إخوان. بال2016
موجوده هاي في شابتر موجوده yes. في بس في سؤال مهندس ابتسام، انتم هاي اليوتيوب تبعت الجامعه جاست الرسميه هاي اللي في جنينه؟ اوكي اوكي، يعني هاي تشانل الرسمية لكم الجامعة التكنولوجيا؟ اه تشانل رسمية طبعا هي انليستد yes. احنا ما مش بابليك، يعني انه هلا انا انا هاي بكون سؤال، هي مش مفتوحة صح؟ هي مش لا هي مش بابليك، هي مش بابليك okay. بس okay. انه احنا بس كل دكتور بيحتاج ايش اليو ار الز للفيديو هذا تبعته مزوده باليو ار ال. الله الله يعطيك العافية، شكرا لك. الله يعافيك دكتور رضوان، بتضيف شيء اخير قبل ما نوقف لنحكي قطايف؟ الله يعطيك دكتور، بدي اسال المهندس ابتسام، هسه قناة اليوتيوب تبعت جامعة العلوم التكنولوجيا هي اليوتيوب بكون آدمن إلها واحد، يعني مش كل الدكاترة بيقدروا يدخلوا؟ لا لا طبعا هي خاصة دكتور بمركز تعليم إلكتروني الآدمن فيها بس فقط، يعني احنا منزود يعني الدكتور فقط باليو ار ال تبعه. تمام تمام دكتور. انتوا عندكم دكتور محمد صمادي المدير صح؟ مزبوط. سلم عليه. طيب الله يسلمك. دكتور مي دكتور رائد جميل. كنت بس عندي مداخلة بسيطة بعشان الكامتاز شفته. الله يعطيك العافية جميعا. في احنا بجامعة عجلان الوطنية استخدمنا كمان سكرين كاست اوماتيك، وكان صراحة خلال الفصل الماضي استخدمناه كثير ممتاز بعملية التسجيل. في كمان اخذنا لايسن عليه. في كمان اوبشن كثير حلو غير الايديتنج، انه بيعطينا كان كلاودينج، فعندنا تيم كامل لكل الجامعة في كلاود ستوريج، كنا كل الفيديوهات تعرفوا عشان تكون متوفرة للطلاب خلال الفصل كنا مستخدمينه، وكان يعني برنامج كثير ممتاز صراحة. حاليا على التيمز الفيتشرز اللي كنا محتاجينها موجودة الحمد لله. شكرا دكتور على المشاركه، الله يعطيك العافيه. طيب يا اخوان اذا هذا كل شيء اليوم، يعني هو تاكيدا على كلام الزميل من جامعة عجلون، انا سكرين اوماتيك انا شخصيا بستخدمه بشكل شخصي ولايسنس شخصيه والسعر تاعه معقول، مش عارف 10 15 دولار بالسنه فيه. والله ماخذ ماخذ اللايسنس الوسط هاي، مش احسن شيء، مش انتربرايز ليفل. فهمت عليك، بس بدي غلط بدي غلط بالنسبه لي بيساعدني لما بدي اسجل المحاضرات تاعتي واعمل ايديتنج عليها واقص، والاولاد بيطلعوا صوت في الضجه وبمر تاع الغاز من جنبي، يعني الاشي الكلاسيكي هذا. من الاشياء اللطيفه كمان بتقدر تشبكه على الزوم وتعمل ايديتنج للزوم، احنا بالجامعه بيستخدموا عندنا زوم، يعني بتقدر تشبكه على الفولدر تاع الزوم وتعمل إديتينج لملفات الزوم، وبتقدر تشبكه على اليوتيوب وأوتوماتيكلي بيعمل لك أبلود على اليوتيوب، يعني يكون متبقي مع الأشياء الثانية. زي ما تفضلت الزميلة من التكنو إنه بعمل اليوتيوب unlisted، بحيث إنه بدل ما أخزن عندي لوكالي وأعمل شير على طول URL للليستة أول الفصل وكل المحاضرات بتصير هنا. بس تأكيداً على السكرين أوماتيك it's user friendly. حلو. للأمانة ما استخدمت كامتازيا. أوكي. مزبوط، بجوز ما يكونش feature rich زي الكامتازيا، لكن معقول يعني في بالغة. يعني بأدي غلط لك، ما بدأش الحل. نعم. شكراً دكتور رضوان، أنت اليوم ما شاء الله فايق ورايق اليوم، تفضل. فايق كل يوم يعني يا دكتور، الله يسعدك. دكتور اليوتيوب نفسه في اليوتيوب استوديو، يعني تقدر تعمل الفيديو وتعمل إديت للفيديو وتقطع وتساوي اللي بدك إياه بنفس اليوتيوب، الانفايرومنت تبعت اليوتيوب. شكرا. صحيح، شكرا دكتور رضوان، الله يعطيك ألف عافية. اليوم لاحطوا هي بروفا لمشان وقت لموضوع الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي في مشاريع زي ما أنتم عارفين، أتوقع هي أبسط من اليوم لأن الأسبوع الجاي واضحة، هو واحد يفتح صفحته فجينا إياها، يعني بدهاش إشي بدهاش إشي عظيم، بس اتوقع هي كويسه هي اللي صار اليوم بروفا الاسبوع القادم. فالله يعطيك العافيه وعطتنا الاسبوع السعيد ان شاء الله تعالى، وتقبل طاعتكم، نراكم الاحد بحول الله. برضه حينزل كمان طبعا اكيد اكسل جديد على الويك اند يبين ترتيب الاسماء والوقت لكل عزيزي. ما جاوبتونا على السؤال دكتور، ما جاوبتونا على السؤال، قولوا لنا اياه من الجروب كيف توزعوا المشاريع. اوكي فهمتك. احنا اسفين، انت والدكتور فراس حنبحث على الويك اند وحتواصل معكم على الخاص، على الواتساب على الخاص. بنشوف مين معك دكتور موسى، انت من الخوارزمي، مين معك، مين شبلك معك من الخوارزمي، كان شخص اخر مرشح، مين كان دكتور موسى؟ انت عامل ميوت دكتور موسى، اعمل بس انا ميوت سمحت، انا ميوت دكتور موسى. مين شبلي معك من الخوارزمي؟ بجاوب فيك انه كان عندنا شاب في المجموعه الثانيه مسؤول الاي تي عندنا، طيب اسمه منصور قزمار، ولكن مع الاسف دوامه اخر يوم له بكره، انتهى دوامه. طيب
طيب خلص ماشي احنا ما فيش حدا في الكليه معي خلاص احنا مرتب ومجالك على الخاص خلال الايام اليومين القادمين يعني خلال بكره او اقصى حد بعد بكره. دكتور برضو في راس توقع انت كان عندك نفس الطلب بتذكر لما نفس الوضع في حدا معك من الزيتونه هذا عندي الدكتور خالد جابر يعني هو بدا هلا معنا بالمجموعه هاي والمجموعه الثانيه لا المجموعه الثانيه طيب تواصلت مع انت وياه تواصلت مع بعض شيء حاولت تواصل تواصلت انا وياه خلاص احنا بنشوف بس ابعث لنا على الخاص اسمه بالله مره ثانيه حتى اتذكر دكتور خالد خالد جابر معروف نعم انا اتوقع بعرف بتذكر ما شاء الله نشيط طب خلاص ان شاء الله دكتور تغيير توقع في عندها كانه شغله مرحبا يعطيكم الف عافيه لا ما عندي مشكله بس عندي استفسار لا انا ما عندي مشكله عندها اي شغل في عندها شغل لا ما عندي مشكله بس هلا احنا صار عندنا assignment لازم نقدمها الثلاثة القادم شيك assignment 3 نعم صحيح والبروجكت والفاينل بروجكت لازم يتقدم الاحد نعم هيك يعني بس نعم والديسكشن فورم السبت خليني الخصها السبت ديسكشن فورم 3 بسكر بالليل الاحد الظهر اللي هو المشروع ثلاثة الثلاثة بالليل اللي هو assignment 3 بتحطوا بتحبوا بنحط لكم تذكير على الواتساب بس نعملها بعثوا فيها بتحبوا ما عندنا مشكله شكرا جزيلا يعطيكم الف عافيه طيب الله يعطيكم العافيه جميعا يا اخوان نراكم الاحد ان شاء الله برزنتيشن السلام عليكم نعم برزنتيشن المشروع الثلاث ولا الاحد برزنتيشن ايش المشروع الثلاث يعني يومين لا بتحكي عن الديسكشن فورم ولا بتحكي عن الاساينمنت انا بحكي عن انه البرزنتيشن للمشروع دكتور بدي اقدم المشروع فراح نجمع مجموعتين احد وثلاثه لا لا في حيكون قائمتين دكتور حبعث لكم اياها يعني في ناس حيقدموا الاحد في ناس حقدموا ثلاثة حنسيبه قسمين تمام دكتور وكل واحد ساعة خمسة ولا عشر دقائق مبدئيا هو خمسة مبدئيا بدأ أنت أشوف عدد وكيف نشوف بقسمه على الساعة ونص إذا في مجال نزيدكم شوي زيادة ست دقائق إيش زي هيك أو سبعة بنشوف مبدئيا خمسة يعني بحد أدنى هو خمسة إن شاء الله تعالى إن شاء الله شكرا شكرا الله يعطيكم العافية جميعا تصبحوا خير يعطيكم العافية يعطيكم ألف عافية يا هلا يعطيكم العافية شكرا لكم يا هلا يا هلا دكتور مهند يا ريت بس دقيقة لو الأدمن المسؤول عن جروب الواتساب ممكن يبعث لنا بس هيك 1 2 3 ايش مطلوب منا على السريع يعني او انا حكيت تبعتيني اسلام حكيت لك هلا حنبعث شوي على الواتساب حنحكي انه الديسكشن فورم 3 بغلق السبت البروجكت احد ظهر الاساينمنت نمبر 3 ثلاثاء مساء هنحط ثلاث اشياء خلص تمام شكرا لك حياك الله انا في مجال لشغلي بس بعد عملية الريكورد إذا في مجال خليك معنا الآخر دكتور خلاص بس بدي أحكي شغلة بعد